السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وملعب جديد ومباريات جديدة، ويستهل الأهلي مشواره العربي بلقاء النجمة اللبناني. كل سنة وحضراتكم طيبين. يمكن أنا غبت عنكم فترة كده 4 أيام أو 5 أيام، كان ما كنتش موجود. رجعنا من جديد ومباراة جديدة والأهلي، وبداية عربية يا رب إن شاء الرحمن تكون موفقة بإذن الله تعالى. النجم اللبناني ومشواره في البطولة، طبعا فريق يعني قدم مباريات طيبة جدا وقدر ان هو يتفوق على أندية بحجم وقيمة ومكانة الأفريقي التونسي مثلا على سبيل المثال، أو الفيصلي، لحد ما وصل لمواجهة النادي الأهلي. النادي الأهلي اللي بيحمل من البطولات العربية 4 بطولات، دوري أبطال العرب وكمان أبطال الكؤوس و2 سوبر، واحدة كانت في تونس وواحدة كمان كانت في المغرب. الأهلي عنده مشوار طويل جدا في البطولة العربية، عنده مشوار كبير جدا أو طويل جدا في البطولة الإفريقية والبطولة المحلية، لكن على العموم مشوار هيبدأ النهاردة بإذن الله، مشوار بطل بإذن الله تعالى، وبطولة جديدة تضاف لرصيد بطولات النادي الأهلي. ملعب الأهلي النهاردة هيمثله كابتن ربيع ياسين، كابتن أسامة عرابي، وكابتن طارق العشري. لكن في البداية بالتأكيد بنقول على بركة الله هنبدأ مشوارنا العربي، وهنبدأ البطولة العربية، وهتبدأ مع النجمة اللبناني بإذن الله. وكل اللي بيعرفش النجمة اللبناني، نقول بعض الحاجات الصغيرة لحد ما نشوف التفاصيل مع نجومنا في التحليل. النجمة اللبناني فرقة عندها رصيد من البطولات، سواء كان على المستوى المحلي فقط، يمكن ما شاركتش بشكل كبير أو خدت بطولات على المستوى القاري، خدت 8 بطولات على مستوى الدوري، خدت 6 بطولات على المستوى كأس لبنان. ده طبعا طريق استاد برج العرب. الفريق لسه قدامه شوية، المباراة الساعة 8، لكن ده على محيط الاستاد. الاستاد اللي هيكون النهاردة فيه جماهير تمثل وتساند وتآزر النادي الأهلي، ويا رب إن شاء الرحمن بإذن الله يكون بداية كويسة لخطوات جاية، سواء كان في الدوري أو في البطولات الإفريقية أو في البطولات أو في البطولة العربية. طبعا البطولة العربية بدأت زي ما أنا قلت بمجموعتين، الاثنين كان في واحدة مثلا قدر النجمة اللبناني ان هو يتصدر المجموعة، عشان كده كان فاضل فرقتين بس، دور ال32 كان فاضل له فرقتين بس. النجمة اللبناني كان في مواجهة الأهلي، وكمان الاتحاد السكندري كان في مواجهة الترجي، او صعد لمواجهة الترجي في المباراة اللي انتهت دورها هنا او ذهابها هنا بالتعادل الايجابي ما بين الاتحاد والترجي. وكانت الفرق المصرية المشاركة والممثلة لمصر هنا، الاسماعيلي قدر انه يتفوق على السلمية الكويتي 2-0، كل التوفيق للفرق العربية. والزمالك كان تعادل مع القادسية الكويتي 0-0، كل التوفيق لكل الفرق المشاركة من مصر بإذن الله. النهاردة آخر فرقة في مصر أو بتمثل مصر اللي هو النادي الأهلي هيبدأ مشواره النهاردة مع النجمة اللبناني. طيب المباراة اللي زي كده تفاصيلها الفنية والاستعداد والتحضير والكلام اللي يخص الأمور الفنية الكتيرة جدا جدا، لكن المباراة اللي زي كده قبل ما تكون فيها طبع فني فيها طبع تحضيري شوية. المباراة اللي بيظن الجميع انها مباراة سهلة وان انت بسهولة جدا تكسب 2-3، والمباراة اللي هي يعني ما بتبقاش في على البال وعلى الخاطر، والمفاجآت فيها بتبقى ما تصرش لعدو ولا حبيب، فبالتالي يعني لازم تكون محضر لها كويس جدا، تستعد كويس جدا، تتعامل بمنتهى الاحترافية والاحترامية في نفس الوقت، ان انت تحترم الخصم جدا، وخصوصا كمان لما يكون خصم مش عايز اقول مجهول، لا، عنده عناصر كويسة، عنده مدير فني صربي كويس بيعرف يدير بشكل كويس، تفوق على افريقيا التونسي، والافريقيا التونسي صحيح غايب عن البطولات الافريقية بقاله فترة، او غايب عن الساحة الافريقية بقاله فترة، لكن بقاله 3-4 سنين يعني بدا يقول انا هنا في تونس في الدوري التونسي، بدا يعني يخش المنافسة مع النجم الساحلي ومع الترجي التونسي، ومن 3 سنين خد بطولة الدوري، قدر ان هو يتفوق عليه، النجم اللبناني قدر يتفوق عليه. يعني معتوق اللي هو احسن لعيب عندهم مش هيلعب النهاردة، لكن موجود معاهم كناحية معنوية، وده برضو يدي لك مدلول ان الفرقة دي جاية مركزة، وان الفرقة ديت جاية عايزة تقول حاجة، فعشان كده لازم التحضير يكون كويس جدا، ومحدش ابدا يبص للمباراة ان هي مباراة في دور ال 32 في البطولة العربية فهتبقى سهلة، لا، اعتقد ان احنا شفنا درس كويس قوي من مباراة الزمالك مع القادسية الكويتي، شفنا درس كويس جدا مع الاسماعيلي مع السلمية امبارح، وكان قبلهم طبعا مباراة الترجي مع الاتحاد السكندري. مباراة الذهاب والعودة ديت مباراة بتبقى بقلق منها جدا، وب يعني ببقى حاسس
بنوع من يعني الحرص الشديد قوي او التركيز الزايد كمان. يمكن المباريات الكبيره ما بتحتاجش ده. ليه؟ لان انت اساسا كده كده بتبقى مركز وكده كده مدي للفرقه اللي قدامك حجمها ومكانتها من خلال التاريخ بتاعها، فعشان كده التركيز بيبقى عند اللعيبه. لكن المباريات اللي انت بتظن ان هي مباراه سهله وان هي مباراه عاديه وسهل جدا، في الدقيقه الاولى نكسب، في الربع ساعه الاولى نكسب، لا في نص ساعه الاولى لا، حتى لو استمر التعادل لحد الشوط الثاني ده امر ما بيبقاش في الكوره ابدا يعني. عشان كده يعني ان شاء الرحمن باذن الله يبقى من البدايه للنهايه ان شاء الرحمن، وعايزين ناخد الموضوع بشكل جدي جدا، لانه تحضير كمان لمباراه الترجي اللي هتبقى يوم الجمعه ان شاء الله، واللي الفريق هيسافر يوم الاربعاء تجهيزا او تحضيرا لمباراه الترجي. شريف، شريف شعبان معانا؟ طيب معانا مراسلنا شريف شعبان من الملعب، بلاش الملعب، من الاوتيل هناك. مساء الخير يا شريف. تحياتي ليك كابتن سيد ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. مساء النور يا كابتن سيد. اتفضل قول لنا اخر الاستعدادات. اتفضل. كابتن سيد، يمكن الاهلي استعد الصبح لمباراه النجم اللبناني، يمكن كان الفطار الساعه 10 صباحا، الساعه الثانيه 10 ظهرا كان في ثلاث لاعبين عملوا يعني مش عايز استشفاء في الجيم او يمكن تدريب للجيم حوالي ثلث ساعه، وكان في بعديه البسين ناصر ماهر، اكرم توفيق، كريم نيدفيد، يمكن حوالي 10 دقائق او ربع ساعه في البسين ايضا. الساعه الواحده والنصف كان في استرتشات لجميع اللاعبين. الغدا كان الساعة 2 ظهرا، الساعة 5:30 في سناكس بسيط، الساعة 5:45 دقيقة هيكون المحاضرة الفنية قبل المباراة، أو يمكن خلاص نصحى حوالي 5 دقائق وتبدأ المحاضرة الفنية. التحرك هيكون الساعة 6:15، وطبعا المباراة هتقام الساعة 8 مساء، لأن الناس كلها بتسأل المباراة 7:30، لا 7 المباراة طبعا الساعة 8 مساء، لأن امبارح الاجتماع الفني أصفر أن المباراة الساعة 8 مساء، والأهلي هيلعب طبعا بزيه المعتاد، أحمر فأبيض فأحمر. طب معلش شريف، يعني قلت لي أن في حد نزل البسين النهاردة، تقول لي الأسماء مرة ثانية بعد إذنك؟ نزل الاول راحوا جيم، ثلاث لاعبين راحوا جيم، وبعد كده البسين ناصر ماهر، اكرم توفيق، كريم نيدفيد. شكرا شريف من اوتيل او فندق الاقامه بعثه النادي الاهلي او اقامه فريق النادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، هنتواصل معاك بالتاكيد. يبقى كده ناصر ماهر واكرم توفيق وكريم نيدفيد بره المباراه خلاص، يعني الموضوع طالما دخلوا جيم وطالما فيها بسينات يبقى خلاص، يبقى دول الثلاثه دول بره التشكيله. انتوا عارفين النادي الاهلي اي 28 لعيب في القائمه العربيه او في البطوله العربيه، شريف اكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي، صبري رحيل، علي معلول، كلوبالي، ايمن اشرف، وسعد سمير، محمد نجيب، محمد هاني، واحمد فتحي، وكريم نيدفيد، واكرم توفيق، وهشام محمد، وحسام عاشور، والسوليه، وصلاح محسن، ومروان محسن، ووليد ازارو، وليد سليمان، محمد شريف، مؤمن زكريا، وميدو جابر، واحمد حمدي، وناصر ماهر، واحمد حمودي، واحمد الشيخ، واسلام محارب. 22 واحد من 28 دول موجودين في اسكندريه، شريف اكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، يبدو ان شريف اكرامي كمان هياخد من البدايه النهارده، احمد فتحي ومحمد نجيب وصبري رحيل وايمن اشرف وسعد سمير ومحمد هاني وحسام عاشور وهشام محمد واحمد حمودي وكريم نيدفيد ووليد سليمان ومؤمن زكريا، احمد حمدي وميدو جابر ومحمد شريف وناصر ماهر واكرم توفيق وصلاح محسن ومروان محسن. وليد ازارو مش موجود طبعا، ما راحش معاهم اساسا، ما سافرش. يبقى ناصر ماهر اللي موجود في ال 22 النهارده، واكرم توفيق اللي موجود في ال 22 النهارده، وكريم نيدفيد اللي موجود في ال 22 النهارده، على حسب ما قال لنا مراسلنا شريف رجب من هناك، يبقى الثلاثه دول مش موجودين. يبقى واحد من حراس المرمى، لان ثلاثة من 22 يبقى 19 لاعب اللي فاضل، يبقى فاضل واحد بس اللي هو حارس مرمى. طبعا شريف اكرامي هتبقى فرصته كبيره جدا ان هو يلعب النهارده وموجود، يبقى يبقى يا علي لطفي يا محمد الشناوي ايهما يخرج بره التشكيل، وان الاقرب كمان ممكن يبقى علي لطفي. يبقى كده ال 18 من بدري بدري كده بحسبه بسيطه بقوا معانا. طيب اهميه قطاع الناشئين واهميه الدور دوت وأهمية كمان العصر اللي جاي والموارد المادية اللي ممكن تدخل أي نادي والموارد البشرية اللي ممكن يبقى يستعين بها أي نادي كبير بحجمه وبحجمه وقيمة ومكانة الأهلي، عشان كده يعني هيبقى معانا على التليفون دلوقتي كابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين من النادي الأهلي. مساء الفل يا كابتن فتحي. يا
مالك يا سيد؟ ازيك؟ وحشنا. اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يخليك يا سيد، ربنا يخليك. كله تمام؟ انت عامل ايه؟ المهم كله كويس. جايلي اخبار السيطره موجوده في كل مكان في قطاع النشيد. منور انت شاشه قناه الاهلي والله بجد. ربنا يخليك يا كابتن فتحي. ربنا يخليك. قول لي فكره اختبارات في المحافظات، وفعلا انتوا رايحين اسوان واسيوط وسوهاج؟ اه يا كابتن، احنا كنا واخدين قرار، وقرار من لجنه الكوره، ان احنا برضو عارف المحافظات دي لها حق على النادي الاهلي، فبعتنا ثلاث لجان لاسوان وسوهاج واسيوط، وهم الحمد لله وصلوا هناك، وهنبتدي نشتغل الاختبارات ان شاء الله من بكره. عندنا يوم 14 و15 و16، والثلاث لجان شغالين في توقيت واحد. يعني الثلاث لجان، وبنبيع برضو الاستمارات هناك، استمارات هناك في مقر الاكاديميات اللي احنا دايما يعني حتى الحته دي بنشترك مع الاكاديميه فيها عشان ندعم اكاديميات النادي الاهلي. يعني انتوا في ترابط دلوقتي ما بينك وبين كابتن خالد بيبو، مظبوط كده؟ مدير عام الاكاديميات. تنسيق كامل في الحته دي عشان يبقى في تنسيق، وفي ان احنا في نفس الوقت بنخدم برضو اكاديميات النادي الاهلي، وكل هذه الاختبارات بتقع في مواقع النادي الاهلي او في مقرات النادي الاهلي اللي بيأدوا فيها تدريباته الاكاديميه. طب كلام جميل، معنى كده ان انت رايح اسيوط واسوان، السوهاج لنا فيها اكاديميه؟ سوهاج فيها اكاديميه، ده في هناك اكاديميه، واكاديميه في مدرسه كويسه، ولكن انا لصغر الملاعب يمكن قلت للكابتن خالد ونصحت معاه ان احنا برضو هنعمل الاختبارات دي في استاد سوهاج، على اساس ان ممكن لو جات لك اعمار سنيه كبيره انت محتاج ان انت تشوف على ملاعب كبيره. اوكي. يعني ما ينفعش الولد مثلا مواليد 99 جاي لي عايز اشوف امكانياته كظهير ايمن، كستوبر، كراس حربه، ينفع اشوف ملعب صغير. فقلت للكابتن خالد الحمد لله وفقنا في استاد سوهاج، يعني الحمد لله. طيب، يمكن الاعمار الكبيره ديت بيبقى الظهور فيها نادر شويه، لكن طبعا قد يكون، قد يمكن واحد متاخر شويه في الالتحاق، واحد ظروفه منعته ولا حاجه، وان كان السن لما بيكبر بتبقى الامر دلوقتي في العالم اللي احنا فيه او العصر اللي احنا فيه بيبقى صعب شويه، لكن احييك طبعا على الفكره، ان شاء الله الرحمن تكون موفقه باذن الله وتجني ثمارها. كمان كابتن فتحي، اهميه الناشئ في الوضع الحالي، في وضع الامور الماليه والمغالاه في العرض في المطروح من قبل كل نادي حر طبعا اكيد، لكن في النهايه في مغالاه ماليه كبيره، في اسعار يعني راحت لمكان بعيد جدا جدا جدا، فعشان كده السلاح الوحيد او الكنز الوحيد هو قطاع الناشئين. والله بص يا كابتن، انا يمكن برضو مع لجنه الكوره على فكره تكلمت بصراحه وبواقعيه، ان انا هدفي الاول ان شاء الله اخدم قطاع الدرجه الاولى. اخدم قطاع الدرجه الاولى من خلال محاور انا عاملها، يمكن تعاملي مع المدربين وشغلي مع المدربين هنا، ان كل مدرب بيقول لي مين العناصر الكويسه عنده المميزه. يعني برضو احنا شغالين على الحته دي ان شاء الله، وهيجي يديني كشف في 6-7 مثلا في كل فرقه، نشتغل عليهم من نواحي فنيه طرديه عشان الولد يبقى طالع قطاع الدرجه الاولى ان شاء الله، يبقى عنده من الامكانيات الفنيه ما يبقاش عنده نقص في اي حاجه. بيلعب صغير، بيلعب راس حربه، بنعالج هذه الامور من بدري. ودي كشوفات دي عندي الحمد لله، والولاد انا بشوفهم في الماتشات الوديه، مش عايز اقول لك النهارده بتفرج على 2002 والله عندهم ولد مش عايز اذكر اسمه، موهبه ويلعب درجه اولى دلوقتي، والله يلعب درجه اولى دلوقتي. 2002 ويلعب درجه اولى دلوقتي. ده مقيد عندنا؟ مقيد في الفرقه 2002، ولكن ولد تحس انه عنده الثقه في نفسه وعنده الفنيات العاليه جدا، يعني تحس ان فعلا لعيب درجه اولى. طيب. درجه اولى، واتمنى ان شاء الله قريب ان انا كويس. 2002 يعني انت بتتكلم في 16 سنه وشويه اهو، كويس. والله العظيم انا بقول لك استراتيجيتي ان انا اطلع لعيبه ان شاء الله يعني بما يتردد ان بتوع الناشئين في النادي الاهلي ما بيطلعش لعيبه، انا الهدف الاول عندي ان اطلع لعيبه لقطاع. ده اسمه يا كابتن فتحي ولا مش عايز تقول اسمه دلوقتي؟ لا مش عايز اذكر، انت عارف برضو الولاد في المرحله السنيه دي نفسيا ممكن يتاثروا، فعشان كده انا بتفادى دايما ان انا مش عايز اقول اسم معين. طب والباقيين دول، ما في لعيبه زي ما قلت لك انا باخد الكشوف من المدرب او المدير الفني. اللعيب ده انا بصيت عليه النهارده، لا لعيب فعلا يستحق انضمام للدرجه الاولى. طيب، وانت عندك كمان 2005 فيها واحد جامد جدا، اوعى تتكلم. ماشي والله، فبقول لك ان احنا الحمد لله هدف عندي والله يا كابتن، حضر ربنا ان شاء الله ربنا يوفقني
وبمساعدة الأجهزة الفنية اللي موجودة في القطاع إن إحنا نعمل حاجة كويسة. يا رب إن شاء الله الرحمن هيبقى معاك فريق عمل كويس. طبعا أنا كنت بهزر مع حضرتك، أنا بقصد يوسف سيد عبد الحفيظ معاك في 2005، فما يعني ما تتكلمش خالص. نفسي أشوفه. طيب كابتن فتحي، في دور كمان بالنسبة للمدربين، يعني صحيح في قطاع ناشئين مهم جدا ان احنا نشوف اللعيبه اللي فيه، لكن كمان اختيار المدرب والشغل مع المدرب والحرص على الاجتماعات الفنيه مع المدرب وتعليمات للمدرب او النصايح للمدرب او الحاجات اللي بتتقال للمدرب بتخليه كمان ياخد باله من الاختيارات. يعني العين غاليه جدا، العين اللي اقصدها ان لعيب او مدرب يختار لاعب، في لعيبه كتيره جدا ممكن تيجي لحد عندك، وفي لعيبه كتيره تيجي لحد بابك، وفي لعيبه انت ممكن تروح لها، لكن ممكن العين ما تلمحهاش ما تشوفهاش، فمحتاج ان انت تتكلم معاهم كمان. وهل ده بيحصل ولا لا؟ بص يا كابتن، انا في الاختبارات انا بشتغل الحمد لله من 30/6 في الاختبارات لحد امبارح، لحد امبارح اخر مرحله في البرامج احنا كنا شغالين امبارح. والله العظيم انا اللجان بتبقى قاعده، اللجان بيبقى اربعه مدربين ومدرب في الملعب، خمس مدرب. كل لجنه فيها خمس مدربين، وكل شغالين على سبع ملاعب في ملاعب الاكاديميه. يعني المدربين كلها بتشوف وبتلاحظ الاعمار السنيه المختلفه. وانا كنت بنزل وبشوف لعيبه وبرصد لعيبه من خلال رؤيتي الفنيه، وكنت بشارك المدربين دي وكل بشاركهم في رايي، وبختار لعيبه واللعيبه والمدربين بتبقى متفقه معايا. فاحنا الحمد لله عيوننا يمكن السنه دي الحمد لله اخترنا لعيبه، وبنحاول بقدر الامكان ان احنا نشوف المميز قوي اللي ناخده هذا القطاع واللي يستحق الانضمام لاي مرحله سنيه. تمام تمام، ان شاء الله الرحمن كلنا الثقه في حضرتك، وبحملك امانه. يعني الفتره اللي جايه هتبقى صعبه جدا، الفتره اللي جايه هتبقى فيها مجهود اكتر، يبقى الناس مش في مكاتبها، الناس بتنزل وبتختبر وبتروح وبتيجي وبتسعى، ولو جالها تليفون ما تكسلش وما تستهترش لعل وعسى. يعني فيها حاجتين، فيها فايده للنادي، وفيها كمان ان انت بتدي فرصه للناشئ نفسه. يعني ممكن يبقى ولد امكانياته ضعيفه، ممكن يبقى ولد يعني ظروفه صعبه ولا حاجه، فبتجيله الفرصه مره واحده، ما عندوش الامكانيه ان هي يقررها مره ثانيه. فعشان كده بقول لحضرتك امانه ان شاء الله الرحمن كلنا ثقه في حضرتك باذن الله. والله يا كابتن سيد انا بقول لك بشتغل بما يرضي الله، انا بقف من 7:30 صباحا صباحا الاختبارات، اقف واشتغل وكل هذه الامور. يعني بالتوفيق ان شاء الله. هتاكل لحمه امتى؟ سمعت ان انت ما بتاكلش لحمه بقالك فتره طويله وعايش على السمك، بس ليه كده؟ والله يا ابو الكباتن شوف انا صياد سمك وبحب السمك من زمان. واكلتي المفضله بيني وبينك السمك، يعني اكلتي المفضله دايما السمك، وبتساعدني كمان ايه بقى؟ ان انا العب تنس واكسب الناس اللي بلعبها يعني. تلعب تنس ماشي، تكسب يعني برضه ماشي. كابتن فتحي مبروك، مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، شكرا جزيلا لحضرتك وكل التوفيق باذن الله. طيب كنا اتكلمنا في الموضوع ده، وهنخصص حلقه باذن الله، يعني ان شاء الله الرحمن هنعمل يوم كده باذن الله خاص بالموضوع ده، كل بقى الاطراف المعنيه، كل الناس اللي ممكن تقدم فكره، اتصالاتكم حتى، اقتراحاتكم، مشواركم، واحد جات له حاجه مثلا او ظروف معينه او تعرض لموقف ولا حاجه يعني ما استفادش منه او اتضرر منه، يعني مش 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 عيب ابدا او مش غلط، بالعكس كمان تساب عليه ان انت يعني تقول لنا ايه اللي كانت مشكله بالنسبه لك عشان يتفاداها الناس، عشان الناس تتفاداها، ما جاتلكش انت صحيح لكن ممكن تسعى وان انت تكون سبب ان واحد يعني ما يتعرضش لنفس الموقف بتاعك عشان يظهر عشان يكمل. عشان كده ان شاء الله باذن الله تعالى هنحضر حلقه هنا او هنجهز حلقه هنا نتكلم في الموضوع ده، نتكلم على الكنز، نتكلم على الثروه اللي هي قطاع الناشئين، نتكلم على المكانه اللي ممكن يوصل لها اي لاعب في المستقبل، على المكانه اللي ممكن تغير من شخصه ومن عيلته ومن اسرته ومن مستقبله، كل ده ممكن في لحظه على فكره يتغير، مشوارك وحياتك كلها وطريقك كله يتغير في لحظه، البدايه بتختلف والنهايه كمان اكيد بتختلف. عشان كده هنحضر حلقه باذن الله ونجهز حلقه ونتكلم في الموضوع ده، لكن خلينا في موضوعنا النهارده اللي هو الاهلي ومشواره العربي اللي هيبدا مع النجم اللبناني الساعه 8، المباراه الساعه 8 ان شاء الله. طيب بعد التصريحات الخاصه بالمباراه واللي بيقولها نجوم النادي الاهلي والمدير الفني للنادي الاهلي وكمان مدير الكره بالنادي الاهلي ومدرب العام اللي هو كابتن محمد يوسف وبعض النجوم، نبداها من وليد سليمان، قال هدفنا الفوز بلقب بطوله كاس العرب للانديه العربيه، قال ان المباراه اكيد مش سهله وان المشوار طويل وكل حاجه، لكن هدف الاهلي دايما هو التتويج باللقب، وان احنا دايما
دايما بنشتغل على المركز الاول رغم الضغوط والاحداث اللي احنا بنمر بيها والمباريات المتلاحقه، لكن واخرها الاسماعيلي والمصري، وعندنا كمان مباراه الترجي يوم جمعه، لكن احنا كمان بنستعد بشكل كويس جدا وكلنا حرص على تقديم موسم مميز جدا والفوز بكل البطولات اللي بنشارك فيها. شريف اكرامي ما بعدش عن اللي قاله وليد سليمان، قال الفريق يخوض موسم استثنائي والجميع لديه الاحساس بالمسؤوليه، ده تاكيدا لكلام وليد سليمان بيقوله شريف اكرامي، قال ان الفريق هيخوض موسم استثنائي السنه 2018-2019 من خلال عدد كبير جدا من البطولات اللي بيشارك فيها، واللي طبعا بالتاكيد هي كمان عدد من المباريات اللي موجوده في البطولات. لكم ان تتخيلوا ان انت عندك 34 مثلا مباراه خاصه بالدوري، وعندك 6 مباريات ممكن تكون خاصه بالكاس، وعندك بطوله افريقيه 14 مباراه، يعني انت داخل في 54، ومشوار عربي ممكن يمتد ل 12 او 14 مباراه، يعني انت بتتكلم في 64، وعندك سوبر محلي بتتكلم في حوالي 65، وعندك ان شاء الله الرحمن يبقى سوبر افريقي باذن الله يبقى داخل في 66، ولو ان شاء الله الرحمن باذن الله كتب لنا ان احنا نروح كاس العالم للانديه، يعني انت داخل على 70 مباراة بجانب مباريات منتخب مصر سواء الأول أو الأولمبي، فهو موسم استثنائي بكل المقاييس من حيث البطولات ومن حيث عدد أو من حيث عدد المباريات. كارتي رون المدير الفني الفرنسي للنادي الأهلي قال إن احنا شفنا كل المباريات الخاصة بالنجم اللبناني المتاحة بالتأكيد، وخصوصا كمان مباراة الترجي أو مباراة الدورة اللي اتلعبت وتفوقهم على الافريقي التونسي، وقال ان احنا عارفين كل نقاط الضعف والقوة الخاصة بالنجمة اللبناني، قال ان هو بيأمل ان هو يقدم عرض كبير قدام النجمة اللبناني وخصوصا قبل مباراة الترجي، وان هو كمان هدفه ان هو يخش الموسوعة الخاصة بالمدربين الناجحين جدا مع النادي الاهلي من خلال فوزه بألقاب عديدة وكثيرة مع النادي الاهلي. قال ان البطولة العربية في نسختها الجديدة صعبة جدا، والنسخة الجديدة صعبة فعلا لانها مشوار طويل، النسخة اللي فاتت اللي كانت هنا في القاهرة واللي فاز بيها الترجي التونسي كانت في عدد حوالي 10-12 يوم يعني متتالية، بتلعب فرقة 2 وبعدين تروح للدور قبل النهائي وبعدين تلعب النهائي، بتتكلم في عدد مباريات ما بيزيدش عن 5. النهارده انت بتلعب على الخروج المغلوب ذهاب وعوده وبعدين سفر وبعدين مباراه محليه ومباراه افريقيه، فرق كتير دخلت السنه اللي فاتت ما كانتش موجوده السنه دي دخلت، فرق من السعوديه، فرق من الامارات، فرق من تونس، فرق من المغرب، فرق من الجزائر، فرق من كل مكان، من كل مكان في فرق كتير جدا، فرق لها اسمها ومكانتها وسمعتها وتاريخها وشخصياتها وكل حاجة انت ممكن تتعامل معها. عشان كده قد يكون البطولة العربية، قد تكون البطولة العربية هي بطولة الملايين، ممكن توصل لستة مليون دولار، وده عدد كبير، يعني انت بتتكلم في حوالي 116-117 مليون جنيه مصري، وده رقم كبير جدا جدا جدا، لكن هي مش الارقام وبس، هي كمان عندها تحديات عربية من خلال الفرق اللي بتشارك، الفرق اللي لها سمعة ولها مكانة ولها زي ما انا قلت رصيد كبير في البطولات، فهنا صعوبة، صعوبة كبيرة. انت على المشوار الافريقي ولا حاجة ممكن تلاقي فرق مستوى، لكن على المستوى العربي في فرق مستوى برضو، بس يعني هتلاقي الناس عندها سمات بقى شمال افريقيا، سمات العرب، الديربي العربي، البلاد المتجاوره والمجاوره، الجاليه المصريه اللي موجوده هناك، الجاليه العربيه اللي موجوده هنا، فالموضوع مش سهل، الموضوع مش سهل، الموضوع صعب جدا. عشان كده بقول لك دايما دايما فوزك بيدي رسائل لخصومك، فوزك بيدي رسائل لمنافسيك، الموضوع ما بقاش زي زمان مثلا، يعني كل حاجه في وقتها، وان شاء الله الرحمن باذن الله كده لما يجي بقى وقتها يحيينا ويحييكم ربنا، طبعا يحيينا ويحييكم ربنا، وربنا عنده كل شيء وهو التوفيق من عنده، لكن دايما انت بتشتغل، دايما بتشتغل، لازم يبقى عندك الاصرار ده، لازم تكون عندك العزيمه ديت، ولازم تعرف كويس انت واقف فين وعايز تروح فين، ايه النقطه اللي انت واقف فيها وايه النقطه اللي انت عايز توصل لها. في تمرين بدني خفيف لكل اللعيبه اللي ما كانتش مشاركه في معسكر اسكندريه، انتوا عارفين زي ما قلت لكم في البدايه ان في 28 واحد مقيدين عربيا، خد منهم الكارتيرون 22، اكيد هيخرج النهارده ناصر ماهر واكرم توفيق وكريم ميدفيد زي ما قال لنا شريف شعبان او شريف رجب من الاوتيل، لان هم عملوا تدريبه في الجيم وبعدين دخلوا بسين، فاكيد ما هيبقوا موجودين، فبالتالي في 6 لعيبه من المقيدين عربيا مش موجودين، فمرنهم النهارده تمرين خفيف او تمرين بدني اسف تقيل شويه عشان مش هيشاركوا في اللقاء. الاهلي على طول
بيخرج من مباراة يروح للتانية، بيخرج من بطولة يروح للتانية، بيخرج من مباراة واستعداداتها وتحضيرها لمباراة تانية خالص. ودي الكواليس بتاعتنا اللي هي داخل الأوتيل ده قبل الغداء على طول. كابتن سامي قمصان واحد من العناصر المميزة جدا واللي هيبقى له مستقبل كبير جدا في العالم التدريبي، كل مواصفات المدرب موجودة عنده وكان ناجح جدا. ده طبعا كابتن ماهر ومحمد أسامة إداري الفريق، فأنت بتتكلم في حسام عاشور، كل الناس يعني كل الكواليس اللي موجودة ديت يعني. فإن شاء الله الرحمن بإذن الله كان له، كنت بتكلم على كابتن سامي قمصان، كان له تجربة ناجحة جدا مع حرس الحدود، نجح إن هو يصعدهم للدوري الممتاز له مكان النهاردة في جهاز النادي الأهلي، فكل التوفيق ليهم بإذن الله. الأهلي هيسافر لتونس يوم 15 يوم الأربعاء، وهيلعب يوم 17 يوم الجمعة، فبالتالي مباريات صعبة، مشاركات صعبة، التحضير فيها صعب. قد يكون النهاردة مثلا كارتيرون بيريح ناس كتير عشان المشوار الإفريقي، بيحضر هنا وهنا، بيعمل عملية الاتزان أو الموازنة اللي هنا وهنا، وده مطلوب، ده مطلوب جدا. بس كمان بيبقى مهم أوي إن هو يبقى ما يأثرش على الفريق، يعني هو ممكن يكون بيريح 3-4 هيشاركوا في مباراة الترجي، كانوا مشاركين في مباراة المصري، فلو خدوا النهارده ممكن يحصل اجهاد. صبر الرحيل هل يبقى له دور النهارده ولا لا من خلال التشكيل اللي هتجي لنا بعد شويه؟ الاثنين دول قالوا لنا اللي هو اكرم توفيق وكريم نيدفيد، قالوا لنا شريف شعبان او شريف رجب، مش عارف انا عمال اغلط بين رجب وشعبان مع اننا في ذو الحجه، بس مش مشكله. شريف شعبان، شريف شعبان ماشي طبعا يعني. فبالتالي العملية اللي هي التدوير اللي احنا بنتكلم عليه من خلال المباريات الكتيرة المتلاحقة، شريف شعبان بيطلع لنا على طول، بيطلع لنا في كل مكان شريف. فمن خلال المباريات المتلاحقة ديت فوضع طبيعي ان انت تلاقي لعيبة بتلعب النهاردة وتريح بكرة عشان تلعب بعد بكرة وهكذا. فكل التوفيق لكل اللعيبة اللي هتلعب النهاردة، وخد لقاء مهم جدا جدا في بداية المشوار، وهو اللقاء الأول، لسه في لقاء تاني هيبقى في لبنان. اوكي، دور ال 32 بدا يوم 31/7 بين العين الاماراتي ووفاء السيف الجزائري. وفاء السيف كان بيلعب مع العين الاماراتي، المباراه كانت في الامارات، تفوق فيها العين الاماراتي 2-1، او اسف وفاء السيف كسب 2-1. في مباراه العوده اوكي خسر 1-0، فبالتالي وفاء الصيف استفاد من إحرازه هدفين خارج أرضه. هو خسر على أرضه صحيح، لكن كسب بره أرضه 2-1، وبكده يبقى وفاء الصيف صعد على حساب العين الإماراتي. يوم 1/8 الجيش السوري اتعادل مع المريخ السوداني 1-1، أو آسف 1/8 الجيش السوري خسر من المريخ السوداني 3-1 في سوريا. ايه النتائج الغريبه دي؟ المريخ السوداني على ارضه ووسط جمهوره مع الجيش السوري تعادل 1-1، يبقى المريخ السوداني كسب بره ارضه 3-1 وتعادل على ارضه 1-1، وبكده استفاد المريخ السوداني من فوزه بره ارضه. القوة الجوية العراقي اتعادل مع اتحاد العاصمة الجزائري، خسر من اتحاد العاصمة الجزائري 0-1. نتائج خلي بالكم معظم النتائج اللي على أرضه مش جيدة خالص، يعني القوة الجوية خسر من اتحاد العاصمة الجزائري 0-1. بعدها بيوم اللي هو يوم الخميس 9 أغسطس، الاتحاد السكندري كان بيلعب الترجي، اتعادلوا 1-1. في نفس اليوم الرفاع البحريني اتعادل مع مولودية الجزائر، او خسر من مولودية الجزائر 1-2. ده انا هعمل لكم احصائيه كده، ده معظم اللي لعبوا على ارضهم باستثناء كده، يعني بعد ما اخلصها اقول لكم. الرفاع البحريني خسر على ارضه من مولودية الجزائر 1-2. النفط العراقي اتعادل مع الصفاقس التونسي 1-1. السلام من لبنان خسر على ارضه من الرجاء الرياضي المغربي، نادي الرجاء المغربي 1-2. الزمالك اتعادل مع القادسية 0-0. الرمسة اللي هو من الأردن
خسر من النجم الساحلي 1-3، بس اللقاء ده كان في تونس. بعديها هو اخر يوم بقى اللي هو امبارح، الهلال السعودي كان بيلعب الشباب من عمان، كسب 1-0 في السعوديه، والاسماعيلي كسب الكويت الكويتي 2-0. انا قلت السلميه، امال ايه ده؟ هو الكويت الكويتي بقى، الكويتي الكويتي مش السلميه. ماشي اوكي. طيب خليني اقول لكم كده بقى ملحوظه ملحوظه، ده اكتر من 3 فرق في دور ال 32. العين الاماراتي خسر على ارضه وراح كسب بره ارضه، بس مجموع اللقاءين مش لصالحه، يبقى دي فرقتين خسروا على ارضهم. الجيش السوري خسر من المريخ السوداني على ارضه، ادي 3. القوة الجوية خسر على ارضه من اتحاد العاصمة او اتحاد الجزائر في الجزائر، الاتحاد الجزائر الجزائري بالتأكيد، كسب القوة الجوية خارج ارضه، ادي 4. الرفاع البحريني خسر من مولودية الجزائر على ارضه، ادي 5. السلام من لبنان خسر من الرجاء 1-2، ادي 6. 6 فرق خسروا على ارضهم. الفرق اللي كسبت على ارضها بس، الفرق اللي كسبت على ارضها بس، النجم الساحلي كسب 3-1، والهلال السعودي والاسماعيلي. 3 فرق بس اللي كسبوا على ارضهم. وده يدي لك مؤشر اللي انا بدات بيه الحلقه. خلي بالك الامر مش سهل. ممكن يكون التحضير للبطولة العربية الناس يعني واخداه كده في سكة ان هي بطولة، واكيد الدور ده الدور مش مهم قوي، فالفرق اللي هنقابلها فرق ممكن ما تبقاش على المستوى اللي ممكن يبقى في الادوار اللي جاية، فتلاقي نفسك لا قدر الله يعني متعادل او خسران. على العموم التحضير للمباراة ان شاء الله الرحمن يكون كويس، التحضير باذن الله يكون على المستوى المطلوب، وباذن الله كمان كل اللعيبة اللي هتاخد اللي بناء عليه هيقرروا كارتيرون المدير الفني الفرنسي للعيبه التشكيله اللي هياخد بيها اللقاء، كلها ان شاء الله الرحمن تكون موفقه باذن الله، يحققوا نتيجه كويسه، وان شاء الله الرحمن باذن الله تساعدهم في المباراه العوده. الاهلي مشاركته سريعا كده برضو ناخدها مع بعض. او انا اقول لكم اللي باقي ايه، النصر السعوديه او النصر السعودي هيلعب الجزيره الاماراتي، والاهلي هيلعب دي في اللي جاي يعني. النصر متقدم 1-0، الماتش الساعه 4:30 بتوقيتنا. النهارده في ماتشين، النصر السعودي مع الجزيره الاماراتي، والنصر متقدم 1-0، والساعه 8 ان شاء الله الرحمن هيبقى الاهلي مع النجم اللبناني. يوم 24 اغسطس الاتحاد السعودي هيقابل الوصل الاماراتي، ويوم 25 اغسطس المحرك البحريني هيقابل الاهلي السعودي. طيب مشاركات النادي الاهلي عربيا، لعب 51 مباراه. الاهلي عربيا لعب 51 مباراه خلال مشاركاته عربيا كلها، فاز في 30، خسر في 8، اتعادل في 13. عنده 99 هدف، يعني اللي هيجيب هدف النهارده هيبقى دخل ال 100، ودخل الاهلي نادي ال 100 عربيا. اللي هيحرز هدف النهارده، اول واحد هيحرز هدف النهارده في مباراه النجم اللبناني، الاهلي والنجم اللبناني، هيبقى الاهلي معاه دخل 100 هدف، او رصيده من الاهداف 100 هدف، عليه 40. طيب اكيد محظوظ اللي هيجيب هدف الاول النهارده، لان الاهداف اللي هي بتبقى على راس ال 100 ال 100 ال 200 ال 300 ال 400 الناس بتفتكرها كتير. الهدف ال 100 في الدوري حرزه فلان، الهدف ال 200 في الدوري حرزه فلان، الهدف ال 100 افريقيا احرزه فلان. فالنهارده اللي هيجيب اول هدف للنادي الاهلي هيبقى الهدف رقم 100 للنادي الاهلي مشاركته في خلال مشاركته العربيه. هداف الاهلي في البطولات العربيه كشري عنده 13 هدف، احمد عبد المنعم كشري طبعا راس حربه الاكيد اللي لعب في فتره التسعينات مع النادي الاهلي. كابتن هادي خشبه عنده 8 اهداف، كابتن حسام حسن عنده 7 اهداف، كابتن وليد صلاح الدين عنده 7 اهداف، وعلي ماهر عنده 7 اهداف، فيليكس عنده 5 اهداف، علاء وعادل عبد الرحمن عنده 5 اهداف. بطولات الاهلي افريقيا او اسف عربيا 4 بطولات. سنه 95 كان دوري ابطال الكؤوس العربي
وده كان في كانت في مصر هنا في البطولة الشهيرة لهشام حنفي لو تتذكروها. كسب الأهلي البطولة، وبطولة 96 كانت برضو في مصر بس المرة دي أبطال الدوري كسبها الأهلي برضو لو تتذكروا بأهداف، لو تتذكروا الهدف الكبير جدا اللي حرزه نخلة في قبل النهائي، وكان فيليكس أحرز الهدف النهائي في في النسخة الأولى في الشباب السعودي، وأهداف وليد صلاح لو تتذكروا الهدف الجميل جدا اللي جابه في نادي الرجاء. السوبر الأهلي عنده منها بطولتين، السوبر العربي، واحدة كانت في 97 في المغرب، هدف شهير جدا لسمير كمونة لو تتذكروا برضو في المباراة الختامية، وبطولة النخبة العربية الثانية اللي كانت في 98 كانت في تونس، واللي أحرزها الأهلي على حساب الأفريقي التونسي بمولدية وهران الجزائري، وكان الشباب السعودي مشارك فيها. دي بطولات الأهلي عربيا، أربع بطولات، واحدة لدوري أبطال الكؤوس 95، دوري أبطال الدوري 96، والسوبر العربي 97 في المغرب، والسوبر العربي في تونس 98. دي كل بطولات الأهلي عربيا. الجزيرة تعادل، جاب هدف التعادل في النصر، يبقى المباراة مقامة في السعودية 1-1 لحد دلوقتي. المباراة لسه الساعة 4:30، يعني قدامها فترة، ممكن يبقى قدامها شوية، بيقولوا لي اتأخرت زي مباراة الأهلي اتأخرت برضه في بداية. على العموم اتكلمنا شوية عن المباراة، اتكلمنا عن خطوط عريضة في اللقاء، اتكلمنا كمان عن الأخبار والأحداث اللي حوالين اللقاء. عندي خبرين هنهي بيهم، وبعد كده هستقبل الضيوف. الأهلي زي ما قلت لحضراتكم بيدعو الجمعية العمومية للانعقاد يوم 28 سبتمبر اللي جاي، من خلال التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي التي يتم إعدادها خلال الفترة، أو التي تم إعدادها خلال الفترة الماضية، بما يليق بالأهلي وأعضائه بدلا من اللائحة الاسترشادية الحالية. كما قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وعضويه كل من وعضوية كل من العمري فاروق نائب الرئيس، وابراهيم الكفراوي، وطارق أندين مع حفظ الألقاب للجميع، ومحمد الجرحي وأعضاء المجلس، بالإضافة إلى العميد محمد مرجان المدير التنفيذي، وجمال جبر المدير مدير إدارة الإعلام، وشريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس الإدارة، ومحمد فتحي ممثل الإدارة القانونية، ولمياء كامل، وعلى أن تتولى هذه اللجنة الإعداد للجمعية العمومية، وإعداد ورش العمل، ووضع خطة التصويت، وتوفير المناخ المناسب لأعضاء الجمعية العمومية، وتيسير عملية التصويت. طيب الفريق بيتحرك على طول دلوقتي، الفريق بيتحرك على طول دلوقتي. اوكي، كل اللعيبة بتستعد على الاتوبيس على طول. شرح من بعد شوية هيبقى معانا التشكيلة بإذن الله، والكلام مع ضيوفنا. عايز اقول لكم حكام اللقاء. طيب حكام اللقاء منين؟ ساعدوني يا رجالة. مغربي، نور الدين الجعفري هو حكم اللقاء، هو ده اللي هيحكم اللقاء ده. الخبر الثاني، على العموم كل التوفيق للنادي الاهلي، وكل التوفيق لفرقه النادي الاهلي النهارده في مستهل مشوارها العربي والبطوله العربيه، باذن الله موفقين باذن الله من البدايه للنهايه ان شاء الرحمن. فاصل ونستقبل نجوم التحليل كابتن ربيع ياسين وكابتن اسامه عربي وكابتن طارق العشري، وحديث مطول بالتاكيد عن اللقاء اللي هيبدا الساعه 8 فعاليات ان شاء الرحمن، ومن خلال تشكيله النادي الاهلي وتشكيله ملعب الاهلي، كابتن ربيع وكابتن اسامه وكابتن طارق العشري. لا شك أن التتويج بالبطولات هو الهدف الوحيد الذي يضعه الجهاز الفني ولاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قبل انطلاق البطولات التي يشارك بها. هذا ما يتعلمه اللاعبون منذ انضمامهم لقطاع الناشئين، الفوز فقط، القتال من أجل إحراز البطولات وإسعاد الجماهير، هي أحد أبرز مبادئ النادي الأهلي التي تعتبر السمة المميزة له.
ما يبرهن ذلك تربعه على عرش الأندية العربية والإفريقية من حيث التتويج بعدد مرات الدوري الممتاز والبطولة الإفريقية، وأيضا المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. الفوز وحده ولا غيره هو الذي يلعب من أجله لاعب القلعة الحمراء مهما كانت صعوبة الظروف المحيطة بهم. فبعدما حقق الفريق بداية رائعة في انطلاق بطولة الدوري الممتاز في نسخته الحالية، وذلك ضمن مشواره الطويل من أجل الحفاظ على اللقب المفضل للموسم الرابع على التوالي، يستهل مشواره بالبطولة العربية والغائبة عن دولاب القلعة الحمراء منذ فترة طويلة. من قبل ذلك تحدى اللاعبون والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون النتائج السلبية التي حققها الفريق تحت قيادة حسام البدري في البطولة الإفريقية، حيث تعادل الفريق في افتتاح الأميرة الإفريقية بالتعادل أمام الترجي، ثم الخسارة في أوغندا أمام كامبالا سيتي. وبعد القرار الصائب لمجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بالتعاقد مع كارتيرون لقيادة الفريق خلفا للبدري، استعاد الفارس الأحمر توازنه من جديد من خلال فوزين رائعين على تاونشيب رولارز في الأسكندرية والعاصمة البوتسوانية جابروني، ليعود أبناء القلعة الحمراء على الطريق الصحيح في إطار الرغبة في التتويج بالبطولة الإفريقية. لذلك فإن الفوز وحصد البطولات هو الهدف الوحيد الذي يلعب من أجله أبناء القلعة الحمراء، هو سر الروح الفانلة الحمراء التي لا تعرف سوى الانتصارات. بركة الله والدعاء المعتاد، يا رب اجعل لنا في كل هجمة مرتدة بنالتي وفي كل كورنر الجول. ده دعاء كان 4-2-4 لو تتذكر. على العموم مباراة بإذن الله تكون جيدة للنادي الأهلي ويكون فيها نتيجة كويسة إن شاء الرحمن تساعده في لقاء العودة اللي هيبقى في لبنان تقريبا المحدد ليهم 27 سبتمبر القادم. أعتقد إن الميعاد ممكن يبقى فيه كلام لأنه هيبقى موجود في مباراة كامبالا سيتي الأوغندي. هنشوف الأمر هيمشي إزاي في الفترة اللي جاية. نرحب بضيوف استوديو تحليلي أو ملعب الأهلي كابتن ربيع ياسين. مساء الفل. مساء الخير سيد منور. وانا انت اللي منور. انا منور وموفق دايما وحاجه جميله جدا، وانا سعيد جدا مع حضرتك النهارده. ده انت كمان يا كابتن ربيع، والله حاجه تشرف يعني. شكرا حبيبي. شكرا كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي، واحد من الناس العباقره في عالم كره القدم، واللي الناس اللي هي يعني تبص على التاريخ وتبص على الشخصيه وتبص على الامكانيات والقدرات والتواضع وكل حاجه ممكن تقولها. كابتن اسامه عرابي مساء الفل. مساء الفل يا سعيد، وسعيد بوجودي معاك وبالمجموعه كلها اللي موجوده طبعا. طيب ضيفنا المعتاد والواحد المتالق في الاستوديو التحليليه زي ما كان متالق دايما في المباريات والفرق اللي تولى القياده الفنيه ليها، كابتن طارق عاشم. مساء الفل. مساء الفل لك يا سيد، تحياتي ليك وتحياتي للكابتن ربيع والكابتن اسامه، منورين الاستوديو. طيب كلنا منورين الاستوديو كده بالاهداميه طبعا. كابتن ربيع ياسين معذبنا في فرقه الشمس، بيختار على مزاجه وبيجوان على مزاجه وكل حاجه على مزاجه. مساء الفل يا ابو كابتن. اهلا بيك، بس خلي بالك من ناحيه انت في قرار بالنسبه لك ايه؟ عشان اديلك فتره كبيره جدا يا طارق. غياب بياخد 4 مليون جنيه في السنه ومدلعينه ومدينه ومروقينه. طب ما بيجيش. هو 4 مليون ولا حاجه دلوقتي؟ ما كانش فاضل فتره. انت عشان كده هو متمرد. هو كبيره جدا سيد. ما باخدش حقي. ما باخدش حقي يا كابتن. يعني على الورق بيقول لي هديك فلوس، ما باخدش حقي. بروح الملعب. اه والله بروح الملعب ما باخدش حاجه خالص. وبعدين تحكيم الظالم. وبعدين تحكيم ولا افريقي. خلي بالك. قال لك على الورق صح. الاتحاد الافريقي وقف 10 حكام من غانا بس لسه ما وصلناش. طيب معانا على التليفون قبل ما نتكلم في احداث اللقاء والتفاصيل استاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس اداره النادي الاهلي. مساء الفل. مساء الخير يا كابتن سيد، تحياتي لحضرتك ومنور قناه النادي الاهلي. ابن عزيز من ابناء النادي وقياداته اللي بنعزهم وبنقدرهم. انت كمان محظوظ معاك نخبه من الناس اللي احنا بنعتز بيهم جدا، سواء كابتن ربيع ياسين او كابتن اسامه عرابي، نجمي النادي الاهلي عبر العصور،
والمحبب الى قلوب كل الاهلاويه بقى الكابتن طارق العاشري يعني. فانا بحييك. احنا مستعيرينه خلي بالك يعني. استعار شويه. احنا بنعتبره اهلاوي عموما يعني له مكانه انت عارف عندنا. طبعا. طيب شباب، يمكن كان في مجلس اداره امبارح واجتماع لمجلس اداره كان في بعض القرارات من ان احنا نعرفها من حضرتك، وليه بس حاجه طبعا تخص الكوره هناش حضرتك فيها، اتفضل يا فندم. تحت امرك طبعا. كابتن سيد، الحقيقه انه كان اجتماع مهم جدا لمجلس اداره النادي الاهلي بالامس، استمر اكثر من 5 ساعات بحث مجموله من الموضوعات لعل ابرزها زي ما حضرتك تابعت معانا هو الانتهاء من اعداد لائحه النظام الاساسي الخاصه بالنادي الاهلي وطرحها للنقاش والحوار المجتمعي مع رموز الرياضه والثقافه والاعلام وبالطبع القامات القانونيه والفنيه في النادي الاهلي بهدف الوصول الى افضل صيغه قبل طرحها للتصويت عليها ان شاء الله يوم 28 سبتمبر المقبل في جمعيه عموميه غير عامه. الحقيقه انه هذه اللائحه عملت عليها لجنه مشكله برئاسه القامه الاهلاويه والقانونيه الكبيره اللي بنفخر بيها جميعا الاستشار محمود فهمي ومعاه مجموعه من 7 اعضاء مجلس الاداره ونائب رئيس النادي الاستاذ عمرو فاروق والاستاذ ابراهيم الكفراوي والاستاذ انتيل محمد الجرحي. كان مقرر اللجنه بمنا العزيز الاستاذ حازم هلال، والتقوا الكابتن محمود خطيب كمان في اكثر من عدد كبير جدا من ساعات العمل لاعداد وصياغه لائحه تليق بالنادي الاهلي وتنتقل به فعلا الى العالميه والى مصاف الدول الانديه الرياضيه العالميه، خصوصا انها تتضمن العديد من الجوانب الاستثماريه وانشاء شركات بما فيها شركه لاداره كره القدم زي ما حضرتك. الحقيقه انه هذه اللائحه يعني من اليوم سوف تطرح للنقاش لوسائل الاعلام، يكون في ورش عمل في النادي، ندوات في فروع النادي المختلفه، هنتلقى المقترحات الخاصه بالساده اعضاء الجمعيه العموميه بشكل او باخر، هيكون في ايضا يعني استضافه قامات رياضيه وقانونيه للحديث والاستدلال بارائهم حول بنود هذه اللائحه بحيث زي ما حضرتك يعني قلنا نصل الى افضل صيغه ولائحه تليق فعلا بالنادي. الغرض الحقيقه من سرعه عرضها على الجمعيه العموميه في جمعيه عموميه غير عاديه هو انه النادي الاهلي بكل تاريخه وبكل مقوماته عنده جمعيه عموميه عاديه في شهر اكتوبر. فمجلس الاداره ارتأى انه لا يجوز ان احنا يعني تنعقد الجمعيه العموميه العاديه مره اخرى على اللائحه الاسترشاديه اللي بنعمل بيها الموضوع من قبل اللجنه الاولمبيه ووزاره الشباب، لانه الحقيقه النادي الاهلي يستحق ان يكون عنده يعني لائحته الخاصه اللي بيدير بيها شؤونه، فهو النادي الاكبر وهو قاطره الرياضه والثقافه والحقيقه في العالم العربي. فبنتمنى ان شاء الله انه اعضاء النادي الاهلي يقوموا بدورهم اولا في هذا المجال مناقشه اللائحه، ثم الاقبال الكبير على الجمعيه العموميه اللي هتنعقد على يوم واحد في المقر الرئيسي في الجزيره ان شاء الله يوم 28 سبتمبر. بالاضافه طبعا كان في قرار اخر مهم يتعلق ب تفويض السابع اعضاء مجلس الاداره كلهم بملف من الملفات المهمه جدا في اطار برنامج عائله الاهلي والطموح الكبير الحقيقه اللي مجلس الاداره بيشتغل عليه منذ اليوم الاول. كان في وقفه مع النفس مجلس الاداره بنتكلم 6 شهور عمل في كشف شده ماذا قدمنا والى ما نطمح الحقيقه، لانه في عمل دؤوب من مجلس الاداره ومن المكتب التنفيذي والاداره التنفيذيه الحقيقه لتقديم افضل خدمه ممكنه لاعضاء النادي، ومن ثم النهوض ايضا بالنشاط الرياضي وكره القدم اللي هي عشقنا وسبب يعني نجاح النادي الاهلي وصنع الشعبيه الطاغيه ليه في كل العالم الحقيقه بدون مبالغه مش بس مصر. كان في امور تتعلق بالنشاط الرياضي زي ما حضرتك تابعت معانا ولاعيبه كره طايره كره يد سباحه، بالاضافه الى توفير كل الدعم للفريق الاول لكره القدم وجهازه الفني ومباراته المهمه اليوم مع النجم اللبناني يعني فخوره انطلاق الكره العربيه لكره القدم. طيب حضرتك ذكرت وكان من ضمن القرارات انشاء اكاديميات موجوده او كرويه موجوده للنادي الاهلي في افريقيا، كيفيه اقامتها يعني هل بداتوا في الموضوع ده؟ الموضوع ده في منتهى 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 الاهميه، يمكن سبقنا او سبقنا به عدد كبير من الانديه الانجليزيه والاوروبيه وكل او الاسبانيه تحديدا كمان هناك في غانا في نيجيريا في الكاميرون في اماكن كتير جدا جدا، كيفيه اقامتها؟ انا بحييك وبشكرك الحقيقه على هذا السؤال.
لانه الحقيقه انا شايف ان ده قرار مهم من قرارات مجلس اداره النادي الاهلي، لانه المجلس الحقيقه بينظر الى افريقيا. يعني النادي الاهلي مؤسسه رياضيه الاكبر والاهم في مصر، ويدرك قيمه التوجه المصري نحو افريقيا. الدول الافريقيه دول شقيقه وعزيزه وبتربطنا بها علاقات خاصه ومتميزه، ولا شك انه الرياضه وكره القدم بتمثل راس القوه الناعمه في علاقات مصر بشقيقاتها الافريقيه. النادي الاهلي اطلاعا بدوره الحقيقه، وبعد ما وصل له يعني رغبات كثيره جدا من عدد من الدول الافريقيه بشان انشاء اكاديميات لكره القدم، درس الموضوع وقرر المضي قدما الحقيقه، ويعني اعداد ملف سيتولاه احد الساده اعضاء مجلس الاداره لعرضه على المجلس في اقرب وقت. ستكون هناك شراكات يا كابتن سيد مع بعض الانديه، مع بعض المؤسسات، على غرار ما تم في بعض الدول العربيه زي الكويت وغيرها، وحضرتك كنت موجود ربما كمدير للجهاز، وحضرتك تابعت او عندك يعني جانب من التفاصيل حول هذه الموضوع. موجود دلوقتي انت موجود على المستوى العربي، موجوده اكاديميه الاهلي في الكويت، موجوده دلوقتي اكاديميه الاهلي في الامارات في دبي والشارقه، ففي موجوده يعني في بقى يعني في كمان دور لنا على المستوى الافريقي كمان. اتفضل. وده دور كبير ومهم جدا، وزي ما قلت لحضرتك النادي الاهلي بيعي تماما في اطار توطيد علاقاتنا بالدول الافريقيه الشقيقه. ده عمقنا وامننا القومي، والرياضه جزء من هذا الامن، ولا اكون مبالغ يعني اذا قلت هذا كابتن سيد. والحقيقه انه لا احد يستطيع الا النادي الاهلي القيام بهذا الدور، لانه ده قدره التاريخي وحتى المستقبلي. كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره الحقيقه بيولي هذا الموضوع اهميه قصوى، وعندنا مجموعه من طلبات من دول افريقيه شقيقه يتم دراستها وعمل دراسه جدوى علشان نبدا التنفيذ على طول في هذه الدول، وايثار طبعا مدربين من ابناء النادي الاهلي المحترمين والعظام بكل تاريخهم لتولي هذه الاكاديميات واعداد كوادر في الدول الافريقيه. مهم جدا يكون النادي الاهلي متواجد، وحضرتك عارف قد ايه شعبيه النادي الاهلي شعبيه كبيره ايضا في كل الدول الافريقيه. قريبا ان شاء الله كابتن سيد هيكون عندنا خطه متكامله هنطرحها ونقول هنبدا بكم اكاديميه او بكم فرع في اي من الدول الافريقيه ان شاء الله. خطوه في منتهى الاهميه، يا رب التوفيق لها باذن الله. شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس اداره النادي الاهلي، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب زي ما قلت هي خطوه في منتهى الاهميه، يعني بدايه كويسه جدا للتواصل زي ما هو شرح وقال شريف فؤاد من شويه، حتى على مستوى البلد، حتى على مستوى الدور الوطني اللي بيقوم به النادي الاهلي، مش مساله رياضيا فقط. طب كابتن ربيع، كابتن اسامه، كابتن طارق، نرجع للمباراه الاهميه او المهمه بالنسبه لنا النهارده في مشوارنا العربي. عندي ثلاث نقط بس، وبعدين هنخش في التفاصيل الفنيه. الاولى في حاجات مختلفه شويه عن اي مباراه ثانيه. عوده الجماهير، اول مباراه عربيه مش بطوله محليه ولا افريقيه، منافس مش معتاد. ابدا بحضرتك كابتن ربيع، عوده جماهير النهارده، في جماهير موجوده في المدرج. دي مهم، 10,000 سمعوا بيهم، مهمه جدا جدا، والبدايه لازم تكون قويه جدا، لازم المثاليه تبقى موجوده باذن الله في بدايه موسم قوي وطويل جدا، واحنا محتاجين الجمهور. واعتقد ان الامن مع وزاره الشباب مع اتحاد الكوره بيدرس ان العدد يبقى اكتر واكتر مع تدرج والوقت، فده مهم جدا. الجمهور الكوره لازم يكون موجود، واحنا عارفين كنا لعيب ان المدرجات من غير سيد يعني كانك صعب جدا، الامر صعب، 6-7 سنين صعب جدا. عاوزين بقى جه الوقت ودور الوطنيه لجمهور مصر العظيم اللي بنحبه ونحترمه، جمهور الاهلي والزمالك، جمهور مصر بشكل عام والاهلي والزمالك بشكل خاص. مهم جدا ان المدرجات، مهم جدا التصرفات، مهم جدا ان هم يتعاونوا، مهم جدا بقى يبقى لهم مثال من النهارده. انا اعتقد مع الوقت باذن الله ومع المثاليه ومع التشجيع المثالي ومع الحب ومع الترابط ومع الوطنيه ومع الاخلاقيات والسلوكيات والتصرفات، ممكن احنا نطالب والدنيا كلها والاعلام يقف ويبقى طبعا في ظهر المنتخبات والانديه وتزداد العشره، لان ده مهم جدا يا كابتن سيد، وبيدي طبعا رونق وبيدي متعه غير عاديه للماتش طبعا، مفيش كلام. فوجود الجمهور النهارده ان شاء الله لازم يكون بدايه حقيقيه في التشجيع المثالي والاخلاقيات والتصرفات باذن الله تعالى. طيب كابتن اسامه، مباراه في بطوله عربيه وانت واحد من اللي شاركوا كمان في البطولات العربيه، انت شاركت في كم بطوله كابتن اسامه؟ كل البطولات اللي الاهلي شارك فيها كله، كل اللي هي الفتره اللي انا كنت بلعب فيها يعني 95 شاركت، 95 اللي هي ابطال الكؤوس، 96 اللي هي ابطال الدوري اللي كانت في القاهره وكان حضرها الرئيس السابق او الاسبق حسني مبارك، في بطوله النخبه العربيه في السوبر 97 في المغرب،
ودي يمكن كسبناها في الثانية الأخيرة. كان سمير كمونة أحرز هدف في الدقيقة الثانية من الوقت الوقت كسبنا 2-0 بعد كده جيت ضرب الجزاء دي خشبة جابها جون. أوكي كان لازم نكسب الماتش ده لان لو كنا تعادلنا كان فرقه اعتقد الحريب المغربيه اللي كانت هتاخد البطوله يعني. كان ماتش قوي جدا مع الرجاء. ثم بطوله النخبه العربيه في السوبر في تونس ودي كانت ليها قصه في المغرب. انت قلت المغرب تونس بقى مظبوط. تونس دي كانت ليها قصه كده. كان الاهلي بيلعب في البطوله الافريقيه والبطوله العربيه في نفس الوقت. نفس الوقت مظبوط. كان مستر مظبوط. فالفرقه اتقسمت اتنين. في جزء قعد في القاهره لعب البطوله الافريقيه العودة. كنا متعادلين مع البن الاثيوبي 1-1. لا كنا متعادلين هناك 0-0 1-1. لا 0-0 هنا تعادلنا 1-1 هنا 2-2 هنا 2-2 1-1 هنا 2-2. وفي جزء راح تونس. انا كنت من الجزء اللي راح تونس وانت كنت موجود معايا وكسبنا البطوله هناك. مغضوب عليهم ولا لا؟ لا هي الوقت ساعتها اتفضل كمل يا كابتن اسامه هيشرحها لك بالتفصيل. يعني الوقت هو الفرقتين كنا كلنا واحد بس طبعا في فرقه شبه اساسيه شويه. هو كنا متعادلين هناك 1-1 مع البن الاثيوبي. فكان المتوقع ان المباراه في القاهره هتبقى اسهل وسهل تكسب فيها. البطوله بتاعت النخبه كانت قويه واكثر قوه يعني فخدوا فيها المجموعه الشبه الاساسيه اكتر. فللاسف ان احنا خرجنا من البطوله الافريقيه هنا وتعادلنا 2-2. كان الكابتن احمد ماهر الله يرحمه هو اللي كان مسك الفرقه وكان هناك مستر صوبل وبقيه الجهاز يعني وخدنا البطوله هناك في تونس يعني. فدي برضو شاركت فيها. واصلا البطولات العربيه دي برضو الناس عشان تبقى عارفه احنا 93 كنا خدنا ابطال الكؤوس الافريقيه. كان حصلت مشكله كده مع الاتحاد الافريقي فقرر مجلس الاداره بقياده الكابتن صلاح سليم ان احنا هنبتعد عن المشاركه الافريقيه واتنقلنا للمشاركه العربيه لان كمان افريقيا ساعتها ما كانش فيه جوائز. يعني النادي كان بيتحمل كل المبالغ السفريات والتذاكر الطيران والاقامه وكل حاجه فما كانش فيها. فحصلت مشكله ويمكن النادي الاهلي اتنقل للبطولات العربيه وبعد عوده النادي الاهلي للبطولات الافريقيه ابتدى الاتحاد الافريقي ياخد باله في موضوع الجوائز وابتدى يحط جوائز للبطل والوصيف وكده. فطبعا البطوله العربيه مهمه جدا في انديه كتيره مشاركه عريقه يعني بدون فهي بطوله مهمه بدرجه كبيره. بنشوف الكره الافريقيه العربيه الافريقيه احنا متعودين عليها. برضه بنشارك مع الاخوه بتوع اسيا الفرق الاسيويه شكل مختلف ومدارس مختلفه فحاجه كويسه بتجمع الشباب العربي يعني. وبرضه الجوائز الماليه اللي محطوطه حاجه مفرحه يعني 6 مليون دولار لبطوله عربيه ده رقم كبير يمكن قرب لكاس العالم. كاس العالم بياخد كام؟ صوتك كلها ممكن صح قريب منها شويه. طب الاذان بقى على العموم هنشوف كلام كابتن طارق العشري بعد ما نطلع فاصل وبعدين مكملين مع حضراتكم. البطوله العربيه المختلفه عن كل البطولات العربيه السابقه يعني كل البطولات العربيه كانت مجمعه كابتن اسامه كابتن ربيع كابتن طارق المره دي مختلفه. راي مدربينا وكباتنا في الفرق ما بين البطوله المجمعه وفرق ما بين البطوله لذهاب وعوده اللي زي بطوله افريقيا. نطلع فاصل ومكملين معاكم من خلال ملعب الاهلي كابتن ربيع ياسين كابتن اسامه عربي كابتن طارق العشري. اهلا بكم من جديد من خلال ملعب الاهلي واولى مباراه النادي الاهلي عربيا مع النجم اللبناني اللي هيبدا فعاليات اللقاء بعد حوالي ساعه من دلوقتي. مكملين كلامنا كابتن طارق العشري. كنا بنتكلم في الجوائز الماليه قبل ما نتكلم في الامور التحليليه والفنيه بالتاكيد. كنا بنتكلم ان جائزه البطوله اكبر من جائزه دوري ابطال افريقيا ممكن تخش بالضعف كمان 6 مليون دولار الثانيه حوالي داخله السنه دي تقريبا في 3.5. انا عايز اقول لك ان كاس العالم للانديه يعني 5 مليون بس. كاس العالم للانديه البطل بياخد 5 مليون بس. دوري ابطال العرب 6 مليون بنظره فنيه تدريبيه يعني لحضرتك هل ممكن يبقى الدافع المالي كفيل لتقديم عرض هايل ولا في امور ثانيه ممكن تبقى في حسابك؟ في شك طبعا يعني الجوائز اللي محطوطه من خلال الاتحاد العربي احد عمليات الجذب للانديه
وانا كنت شايف في فتره من الفترات كانت في عمليه عزوف خاصه لانديه الصف الاول بطولات، كان ممكن بيشارك الانديه اللي هي رقم 3 و4 في البطولات. فطبعا كون ان يحطوا مبلغ كبير زي ده، طبعا مفيش شك الاتحاد العربي يفكر ان انديه الصف الاول زي النادي الاهلي الانديه الاكثر بطوله سواء على الصعيد الافريقي او على الصعيد الاسيوي، لان ده انت بتشارك مدرستين، مدرسه الافريقيه ومدرسه الاسيويه زي ما قال كابتن اسامه، ان ده احتكاك قوي جدا جدا. فهو طبعا مفيش شك عمليه اغراء، خاصه ان المدرستين بيشاركوا في بطولتين كبار على الصعيد الاقليمي البطوله الافريقيه، وده البوابه الرئيسيه لافريقيا، والبطوله الاسيويه وده البوابه الرئيسيه برضو للانديه اللي بتشارك في اسيا. فعشان تعمل عمليه الجذب ده مفيش شك كان لازم تضع جوائز كبيره جدا، تخلي الانديه عمليه اغراء، تخلي الانديه تشارك في مثل هذه البطوله العربيه اللي بتجمع كل الانديه العربيه. وانا شايف ان في انديه كبيره جدا يعني مشاركه، يكفي ان من مصر الاهلي الزمالك اسماعيلي الاتحاد يعني شعبيه كبيره جدا جدا برضو، يعني هم رهنوا على الانديه ذو الشعبيه الكبيره عشان تواجد الجماهير. وانا شايف يعني حتى في تونس الترجي والنجم والصفاقسي، السعوديه الهلال الاتحاد النصر، الكويت والقادسيه في الكويت، اهل طرابلس في ليبيا، محرك البحريني في البحرين، القوى الجويه والنفط العراقي في العراق، الرمسه في الاردن، حتى في الامارات العين والوصل والجزيره. ولو رجعت في الاخر يمكن في العمليه كما كان عمليه العزوف مش هتلاقي اغلب هذه الانديه ما كانتش بتشارك نظرا لارتباطاتها سواء الاسيويه او الافريقيه. فانا شايف بطوله قويه وعامله عمليه جذب واهتمام لكل الانديه اللي بتشارك فيها، لعيبه ذات نفسها انا يعني من احساسي كده بالاجواء حابه ان هي تشارك في البطولات دي. ويمكن انتم يعني شاركتوا في مثل هذه البطولات وعارفين قد ايه مقدارها. فانا اتمنى طبعا ان البطوله تفرز، انا متاكد طبعا لان هتفرز عن بطل قوي جدا افرو اسيوي، يعني ممكن يكون نهائي افرو اسيوي في البطوله، في نهائي البطوله. كمان نظام الذهاب والاياب عاطي مجال كبير جدا برضو وقت تقدر يعني تعمل فيها مواكبه بين ارتباطات الانديه في سواء على الصعيد الافريقي او الصعيد الاسيوي، وانك توفر له وقت على الصعيد العربي برضو انك يقدر يشارك. مشاركات كتيره وخبرات كتيره هيكتسبها جميع الانديه او هتكتسبها جميع الانديه اللي هتشارك سواء في هذه البطوله الكبيره جدا. و انا اتمنى طبعا على الصعيد الجوائز اللي ان شاء الله الاهلي قبل ما نكمل الاهلي. طيب كابتن هتحل مشاكل كتيره يعني بالتاكيد. كابتن ربيع، يمكن التشكيله وصلت لنا دلوقتي قبل ما اسال حضرتك سؤالي اللي جاي ده. شريف اكرامي هو حارس المرمى النهارده، بيبدا اللقاء محمد هاني، سعد سمير، محمد نجيب، ايمن اشرف، حسام عاشور، واحمد فتحي، احمد حمدي، وليد سليمان، مؤمن زكريا، ومروان محسن. تاني التشكيل مره تانيه: شريف اكرامي، محمد هاني، سعد سمير، محمد نجيب، ايمن اشرف، حسام عاشور، احمد فتحي، احمد حمدي، ومؤمن زكريا، ووليد سليمان، ومروان محسن. دي التشكيله يا كابتن ربيع، خلاص التشكيله الرسميه معروضه كده. عندي سؤال يعني بنظره برضه تدريبيه فنيه المدرب قدير زي حضرتك كابتن ربيع، افضل للفرق الكبيره انها تلعب دوره زي دوره البطوله العربيه مجمعه، ولا ذهاب وعوده على فتره زمنيه بعيده؟ لاول مره السنه دي كانت اقيمت ان لم تخن الذاكره في 2005 بس ما اكتملتش، اللي هو الذهاب والعوده ده، يعني كانت مجموعه تروح تلعب النجم الساحلي، تلعب الهلال السعودي، تلعب مش عارف نصر حسين ضاي في ذهاب وعوده مجموعه، ويطلع الاول يلعب الاول الثاني من المجموعه الثانيه وهكذا، بس ما اكتملتش. لكن المره دي البطوله مختلفه في نظامها عن الموسم ذهاب وعوده، عن العوده، عن اسف اللي فات كله يعني فات كله كان بطولات مجمعه. انت نظرتك بقى افضل البطوله المجمعه ولا الذهاب والعوده بالنسبه للفرق الكبيره تحديدا؟ والله هو السؤال ده طبعا المفروض محتاج اجابه من المديرين الفنيين اللي مسؤولين عن الفرق الكبيره. الاهلي عنده اتجاهات كتيره جدا، يعني عنده بطوله عربيه وعنده دوري وعنده افريقيا. الفرق الكبيره انا اعتقد ان ممكن تختلف، المجمع بيبقى محتاج
وقت، محتاج انك تلعب كتير، انك بتبقى مواصلات متواصل، ان كل 3 ايام مباراه او يومين او 4 ايام. انما البطوله لما تكون بالشكل ده بتاخد وقت. يعني الاهلي مثلا هيلعب النهارده الاثنين، هيلعب الجمعه افريقيا، بيبقى برضو الجانب التنظيمي. انا من وجهه نظري يا سيد بالنسبه لي الجانب التنسيقي في الاداريات والتجميع وحجم النادي الاهلي في التنظيم هو اللي بيكسبه. يعني عدد اللعيبه اللي بتجيبها، وفره اللعيبه، المدير الفني حنكته وخبرته الكبيره جدا، وده دور المدير الفني مع محمد يوسف. يعني الاهلي برضو مهم جدا ينظم الجانب التنظيمي، مهم جدا في البطوله دي بالذات، لانها بطوله قريبه وبيلعب فيها النادي الاهلي، والاهلي زي ما قلت اتجاهاته كتيره جدا. لكن امكانيات الفرقه وتجهيز الفرقه وقدرات الفرقه وفريق بحجم النادي الاهلي، انا اعتقد انه له جانب تنظيمي محنك جدا وخبرات كبيره جدا يقدر يتواصل معها، اذا كان على مستوى المجموعه سيد او على مستوى الرايح والجاي. دي حقيقه، يعني الفرق الكبيره لازم تكون محضره لاي مسابقات واي نظام. فطبعا طول ما الوقت بعيد والمسافات بعيده بيبقى فيه راحه، لان حجم البطولات وحجم الماتشات وحجم المشاركات كبيره جدا، والدوري قوي عندنا والدوري متواصل، والاهلي ماشي في اتجاهات كتيره جدا. فهي منظومه كامله متكامله لازم تمشي في اتجاه واحد، بالنسبه للجمهور، بالنسبه للجهاز الفني، بالنسبه للعيبه، بالنسبه للمدير الفني. فاتجاهات النادي الاهلي كتير، لكن انا شايف ان النادي الاهلي بامر الله قادر ان شاء الله تعالى، سيدي موجود بقوه في كل حاجه لانه واخد على الحاجات دي كلها. فاتمنى التوفيق ان شاء الله تعالى وربنا يوفق. وبالنسبه للجائزه انا اعتقد يا كابتن سيد جائزه كبيره جدا طبعا. ما تعديش يعني، وفي نفس الوقت احنا نملك اسد كبير جدا عارف طريق البطولات، هو النادي الاهلي. فان شاء الله ربنا يوفقه ويوفقنا، وتبقى الامور كلها ماشيه بشكل منظم جدا جدا ومحبك، ونكسب البطوله باذن الله. كابتن سيد بالنسبه للنظام اللي طبعا حضرتك السؤال اللي طرحته على الكابتن ربيع، كان السنه اللي فاتت لما اقيمت البطوله مجمعة بالنظام مجمع، انا اعتقد ان الوقت كان غير مناسب تماما لجميع الانديه. صحيح، يعني حتى الانديه اللي هي جايه من اسيا شاركت بالصف الثاني. شاركنا من غير 14 لعيب بالظبط كده، فالتوقيتات يعني انا شايف ان اللي بيواجه الاتحاد العربي لو هيحب يعمل تجمع للنهائيات هو عمليه ان الوقت اللي هيختاره، وانا متاكد ان مفيش وقت. نادي زي النادي الاهلي عنده جدول يعني مكتمل، الامر صعب جدا، من بطوله الدوري كل 3 ايام، والكلام ده بينطبق على نادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي الاسماعيلي ونادي الاتحاد، يعني الاربع انديه اللي مشاركه، كذلك برضه في الفرق اللي هي بتشارك في في في, في, في اسيا. فعشان تستقطع وقت مدته مثلا 20 يوم عشان تقدر تعمل البطوله دي وتعملها في بطوله مجمع، انا ما اعتقدش ان هم، عشان كده هم لجؤوا للاقتراح الثاني اللي هو يعملها نظام الذهاب والعوده، ممكن يبقى فيها طول شويه لكن فيها اريحيه، يعني حسب انت. يعني انا ممكن زي ما انت استعرضت كده ان يوم العوده 27 سبتمبر اللي جاي، وهيقابل عائق ان النادي الاهلي عنده ماتش في افريقيا، فممكن يبقى عنده في مرونه في الترحيل. لكن يعني انا اعتقد ان دي مشكله هي اللي بيقابلها الاتحاد العربي. عشان كده انا فنيا بقصد، سؤالي كان فني، انت كمدرب تحب البطولات المجمعه ولا البطولات الممتده؟ يعني البطوله اللي تخلص في 10 ايام ولا البطوله اللي تمتد مثلا يعني 3 شهور 4 شهور 5 شهور 6 شهور؟ فنيا ده سؤالي. حسب الوقت برضه، الوقت مهم جدا. الوقت يعني بدايه الموسم غير بدايه الموسم، غير نص، غير الوقت. انت مثلا البطوله اللي عملت السنه اللي فاتت او اللي قبلها يا كابتن طارق اتعملت في بدايه فتره الاعداد، ده مهم جدا. موسم كانت عندنا كمان نهايه موسم، نهايه موسم عندنا نهايه موسم بدايه فتره اعداد للفرق، صح. فما كانتش يعني ما كانتش مكتمله على بالوضع اللي انت تتمناه، توقيتها كان صعب جدا. يعني شوف انا لما اجي يعني اجي اختار توقيت معين لفرقتي عشان تشارك فيها في بطوله، مثلا النادي الاهلي عنده يعني زحمه كتير جدا في الاجنده، يلعب على كل يعني طيب. وبعدين خلي بالك البطوله مغريه، صح. يعني الكم الكبير من الانديه الكبيره اللي مشاركه في البطوله جعلت من البطوله ذات اهميه كبرى. شوف قد ايه بعد ما كانت البطوله العربيه دي للامانه يعني قلت في مشاركتها كتير جدا جدا، لكن نظرا للاغراء المادي خلى الانديه تشارك. ويمكن انا شايف ان حتى في مرونه من الاتحاد العربي في عدم الضغط الانديه دي اللي هي خاصه بتشارك على الصعيد الافريقي، البطولات الافريقيه، بطوله الاسيويه، هيبقى في مرونه. حتى الان مثلا ماتش الوداد الوداد واهلي طرابلس لحد دلوقتي ما تلعبش،
يعني في ارتباطات في مرونه، انا قصدي ممكن تاجل مفيش مشكله عشان الكل، لكن انت لو مرتبط باجنزه الاتحاد الافريقي لا ده رولز، انت مرتبط بمواعيد بيديك 3 ايام فيها تحدد مباراه الذهاب، 3 ايام بالعوده، بتروح فيها افريقيا في طيران، بترجع في هنا عشان تلعب الدوري المصري، لا في مواعيد محدده. انا شايف ان دي فيها مرونه، وان النادي الاهلي او كل الانديه اللي هتشارك هتشارك على الشكل اللي هو حدده الاتحاد العربي. طيب نرجع فنانا كابتن اسامه للقاء بقى، يعني وكنت انا اقصد يعني من اضافه لحضرتك قلت كابتن طارق ولا كابتن ربيع ياسين، انا بقول ان هي الحاجات اللي ممتده احسن للفرق الكبيره، يعني بتبقى احسن للفرق الكبيره. ليه؟ لان انت لو بترتبط في 10 ايام ولا حاجه ممكن يبقى عندك 3 4 لعيبه مصابه مش في حالتهم، ظروف معينه ما تخدمش الفرق الكبيره ان العناصر الاساسيه تكون موجوده بالنسبه لك، لكن لو الامر ممتد بتيجي بقى الاستقرار في فريق واستقرار جهاز فني واستقرار اداره ولاعيبه كتيره، فدايما الابطال تلاقيهم. كلامك مظبوط، بس هي برضو فيها مشكله ان طول الوقت، ما هو انت عندك برضو بطوله افريقيه وبيخلي بالك في ماتشات كمان منتخبات، يعني في لعيبه من عندك هتبقى في المنتخب سواء في افريقيا او في اسيا، فدي فيها عيوب ومميزات ودي فيها عيوب ومميزات. يعني التجميعه دي اللي هي في 15 يوم مثلا فيها ميزه ان الوقت بيبقى صغير وملموم، الموضوع الطويل هو بيدي لك وقت بس في مشكله بتواجهك في المسابقات الثانيه والبطولات الاخرى، فهي يعني عمليه قدريا بقى خلاص نخوض يعني مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت علي خطا مشاها طبعا. صباح الفل. طيب كابتن اسامه من شويه كان بنستعرف من خلال التقرير هشام حنفي البطوله دي ساعات بتبقى مولد نجوم، النهارده في التشكيله الاساسيه مثلا احمد حمدي مظبوط واحد من العناصر الجديده في النادي الاهلي، البطوله دي بتبقى وش السعد على بعض اللعيبه، يعني واحنا بنتكلم كده سمير هات لنا كمان هشام حنفي السنه اللي فاتت عمرو بركات مثلا، فالنهارده تشكيله الاهلي بتشهد تغييرات الى حد كبير الى حد كبير، يعني هاي محمد هاني مثلا ما كانش موجود، شريف اكرامي ده هشام حنفي اهو تمام، محمد نجيب، ايمن اشرف السنه دي لاول مره بيبدا السنه دي، احمد فتحي يعني بيروح نص ملعب، احمد حمدي ومروان محسن يمكن دي المشاركه الثانيه. لكن سؤالي زي ما قلت لحضرتك البطوله ممكن تشهد نجوم، فرصه لبعض النجوم طبعا ما فيش شك، طول ما الماتشات كترت هيبقى عندك فرصه انك انت تشارك عدد كبير من اللعيبه عشان تعمل التدوير دوت عشان الناس ما تتعبش وما يحصلش اصابات. فالنهارده مستر كالتيروم مريح مبدئيا 4 لعيبه كانوا اساسيين الفتره اللي فاتت واساسيين في الفريق اللي هو معلول وكلوبالي والسوليه وازار، وقعد كمان بعض العناصر اللي هي اساسيه عادها على دكه البدلاء، ففي 7 تغييرات هو عاملهم النهارده، يعني عامل شريف اكرامي كان بيلعب محمد الشناوي، محمد هاني في الباك رايت كان بيلعب فتحي، نجيب جنب سعد ادي تغيير تاني، ايمن اشرف تغيير ثالث، ادي 4 متغيرين في الخط الخلفي، وبعدين احمد فتحي جنب حسام عاشور، احمد فتحي طبعا طول عمره بيلعب المكان ده غير الباك رايت، ولكن السنه دي ما لعبهاش لسه، لكن هو مركزه لكن هو مغير. عندك مؤمن زكريا، احمد حمدي، مروان محسن كان بيبدا ازاره قدام، واخر ماتش لعب ميدو جابر ووليد وناصر ماهر، ناصر ماهر كمان بره ال 18 خالص، فهو عامل حوالي 7 تغييرات، فدي فرصه للعيبه اللي هي بتقول انا مثلا ما عنديش فرصه، او انا المدرب مش حاطط نظره عليا، او انا يبقى دي جالك الوقت انك انت لازم تثبت ذاتك، لازم تثبت ذاتك. يعني احمد حمدي اللي احنا كنا سامعينه انه حصل بعض المشاكل مع مستر كالتيرون وما راحش المعسكر بتاع كرواتيا، النهارده واخد من البدايه، النهارده واخد من البدايه، ده بقى يعني دي بتاعتك انت كلاعب بقى، لازم تقول لا ده انا من وجهه نظر المدرب، انا من وجهه نظرك انت كلاعب انت تقول انا ظلمت، هو المدرب مش شايف غير كده. ففرصه كبيره طبعا، قبل كده انت قلت هشام حنفي في البطوله العربيه 95 دي كانت اول ظهور لهشام حنفي، كان تألق وابتدى يلعب كاساسي في النادي الاهلي، وياما طبعا لعيبه كتير جت وعمرو بركات تألق بس ما لعبش معلش يعني كره القدم فيها كده، فيها واحد بيمشي ويتألق ويكمل وفي واحد ما بيقدرش يستمر، ففرصه لاحمد حمدي، فرصه كمان للناس اللي كانت بتلعب وقعدت زي مؤمن زكريا، مؤمن مثلا الثلاث ماتشات اللي لعبهم مش هو مؤمن زكريا اللي احنا عارفينه،
فجات له فرصة النهاردة انه يقول لا رجوع. انا الرجوع لازم اقول ان انا مؤمن اللي انا النادي الاهلي بيعول عليه وواحد من هدافينه وواحد مؤثر. فرصة لمروان محسن كان قاعد كل الماتشات اللي فاتت ما بيلعبش، لعب منتخب مصر في كاس العالم ثلاث ماتشات مهمة، ما لعبش مع الاهلي في الدوري كبدايه، كان ازارو اللي بيلعب، فرصه لمروان وهكذا. شريف اكرامي بقى له فتره وطبعا كان اساسي وركب الشناوي، فرصه للعوده. ففرصه كبيره للبطوله العربيه وكتر الماتشات في الموسم هتدي المدير الفني فرصه انه يعمل اللي هو التدوير بين اللعيبه، فنتمنى لهم التوفيق كلهم يعني. طيب كابتن ربيع، احمد فتحي بقى له فتره ما شفناهوش في حته نص الملعب النهارده، تمام؟ النهارده بيشارك حسام عاشور في نص الملعب، محمد هاني هو الباك رايت. طريقة الاهلي المعتادة هي 4-2-3-1، طريقة معتادة مع مهما اختلفت العناصر. دور احمد فتحي من وجهة نظرك؟ احمد فتحي جوكر ودوره مهم جدا. انا عاجبني خلي بالك التغييرات دي والجرأة اللي موجودة عند المدير الفني، لان المدير الفني مهم جدا خبراته في الدورات، خبراته وحنكته وفنياته تطلع بشكل بحجم النادي الاهلي، لان انت محتاج تغير ومحتاج لعيب الجوكر. انت سياسه التدوير مهمه جدا في وقت مناسب، فبطوله زي دي جاء الوقت اللي ممكن يبدع فيها ويتالق ويطلع كل خبراته. احمد فتحي جوكر، بيلعب باكرات وبيلعب ديفندر وبيلعب مساك وبيلعب باك ليفت ونجح في كل مراكز زي سيد. فدوره النهارده اعتقد ان هو مناسب جدا. محمد هاني برضه عشان يعني في مكانه، محمد هاني ماشي كويس وباك يعتمد عليه، فهو عاوز يكسب الاثنين احمد فتحي ومحمد هاني. فاحمد فتحي انا اعتقد ان دوره مهم جدا، هو لعيب جوكر ولعيب مهم. خبراته يا سيد في الدور المكان ده بتطلع بشكل فني، يقدر يساعد المدرب في اي خطه عاوزها في اي جوانب هجوميه او دفاعيه. فاحمد فتحي انا اعتقد انه مكانه مناسب جدا ومش جديد عليه هذا المركز وبيبدع فيه ويتالق وبيجيده. تمام. طب ارجع لي كده، عايز اقول حاجه وحضرتك توافقني فيها كابتن طارق العشري. اعتقد ان هو الراجل كده بيرسم سيناريو في بعض اللقطات كده لمباراه الترجي. صح. لا عمرو السلية مش موجود، بيقول لك اشوف النهارده احمد فتحي في المكان ده جنب حسام عاشور. ممكن تشكيله الاهلي النهارده كمان تقول لنا بما لا يدعي مجالا للشك ان الراجل ده اختار خلاص الاثنين اللي موجودين في القائمه الافريقيه، خلاص اختارهم من غير اي نقاش. وده مش 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 فيصل النهارده مباراه النجمه اللبناني. ليه؟ لان ال11 اللي موجودين في التشكيله كلهم مقيدين افريقيا. اوكي، يبقى هو استقر خلاص نهائيا على الاثنين اللي موجودين. يبقى انت بتتكلم نصر ماهر، محمد شريف او اكرم توفيق، على حسب بقى ما هو يختار يعني. فده لقطتين انا استشفتهم او استنتجتهم هم بالتذكرتين. اتفضل يا كابتن طارق. مفيش شك طبعا، يعني انا قريت طبعا تصريح الكابتن محمد يوسف ان النهارده دخول المباراه بتاعت امام النجم والعين على الترجي في تجهيز طبعا مكان مهم جدا نظر لغياب حسام، وحسام من العناصر المؤثره على اساس انك بتجهز لاعب في المنطقه ديت كاحمد فتحي. لكن انا شايف برضو ان هو برضو في بيستغل مباراه زي ديت امام النجم في بطوله عربيه، ان هو وسع المشاركه للاعبين، عطى فرصه طبعا لايمن كان بينزل على فترات في المباراه اللي فاتت. محمد نجيب النهارده بيبدا، وده من العناصر اللي مهم جدا انك تحضرها، خاصة ان هو المكمل اللي ساعده كلوبالي في المنطقة دي. محمد هاني يعني من العناصر الشابة زي ما قال الكابتن ربيع اللي بيعتمد عليها النادي الاهلي فترات كبيرة جدا، ومستقبل النادي الاهلي في الفترة القادمة. كون انه يدي احمد حمدي في الشك بيوسع. احنا هنا يمكن في الاستوديو مباريات كتيرة جدا في الفترة اللي فاتت طالبنا بان بمشاركة ناصر مع احمد، لانه عنصرين مبشرين وقاعدين في فريق النادي الاهلي، ومن العناصر اللي هي محتاجة فرصة كبيره جدا. زي ما قال الكابتن اسامه ان العناصر ديت امامها فرصه جيده جدا، وزي ما انت قلت في البطوله العربيه اللي ظهر فيها هشام حنفي ممكن تكون مولد نجم يستطيع النادي الاهلي يعتمد عليها في الفتره القادمه، سواء البطوله سواء على صعيد البطوله المحليه او البطوله الافريقيه. فالنهارده مباراه مهمه جدا جدا للعناصر الجديده اللي داخله، مش اثبات الوجود لا، عشان تحجز مكان، او على الاقل ان هي تبقى في دماغ الراجل لما يحصل اي دروب في العناصر في البوزيشن في احد الاماكن هو على طول محضر رقم 2 في التجديد. مروان برضه مهم جدا جدا ان هو يستعيد، لان من بعد فتره كاس العالم ما شاركش بصفه اساسيه في الفترات اللي بدا فيها النادي الاهلي سواء على الصعيد المحلي او البطوله الافريقيه. مؤمن برضو زي ما قال الكابتن ربيع ان محتاج يعني ثقه كبيره جدا في المشاركه. النهارده مستر كارتنون بتدي له فرصه في يعني ان يستعيد مستواه، خاصه بعد فتره الاعاره.
الماتشات اللي احنا شفناها لمؤمن اقل كتير جدا جدا من مستوى الطبيعي، لان مؤمن من العناصر اللي هي بتصنع الفارق في خط هجوم النادي الاهلي. وليد طبعا ماشي، يعني انا شايف ماشي يعني بثقه كبيره جدا جدا، وبيضيف المكان ده بشكل كبير جدا. ما انساش برضو شريف اكرامي، عودته دي مهمه في بطوله مهمه، قائد في الـ في الـ في للفريق. اتمنى له طبعا التوفيق، لان شريف من العناصر يعني المهمه جدا جدا جدا، عمل تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي، فاتمنى له النهارده التوفيق بشكل كبير. بالاضافه اللي انا شايفه ان العناصر ديت كلها مع بعض في مشاركاتها سواء السنه اللي فاتت او حتى على السنه دي مش بعيد، يعني مفيش جاب كبير جدا او مفيش يعني مفيش عدم انسجام، لا بالعكس هم منسجمين بشكل كبير جدا. واتمنى النهارده برضو يبقى الحذر من النجمه، لان النجمه اللبناني من كلام المدير الفني وكلام رئيس النادي جاي مستعد للقاء بشكل كبير جدا جدا، لان هو عارف ان هو بيقابل النادي الاهلي وسط على ملعبه وسط جمهوره، وعارف ان في مباراه عوده امام النادي الاهلي في لبنان اللي جاي، عنده طموح برضو في المواصله، وكون ان هو طبعا النهارده فلازم النهارده برضو يكون في حذر من اللعيبه. بالاضافه طبعا مفيش شك طبعا تحقيق النتيجه مهمه جدا عشان يحصل الحياه في مباراه العوده. طيب كابتن اسامه، من صعوبات اللقاء النهارده مثلا ان انت بتقابل او بتنافس فريق مش معتاد، منافس مش معتاد بالنسبه لك، الكره اللبنانيه مش كتير بنلعبها يعني، او مش متواجده حتى السنه اللي فاتت في البطوله العربيه كانت خرجت نادي الزمالك لو تتذكر العهد اللبناني، لكن مش معتاد ان احنا بنشوفهم يعني، ما بنشوفش فرق اللبنانيه كتير كنا من هم في اسيا واحنا في افريقيا، حتى في البطوله العربيه تصادف يقف معاك في مجموعه لكن مش على طول معانا، ده بيزيد من صعوبه اللقاء فنيا. وانا بتعامل مع فرقه مش عايز اقول مجهوله بالنسبه لي، لكن مش معتاده، تحضيرها واكلم مع اللعيبه ازاي واللعيبه نفسهم يفكروا ازاي؟ مبدئيا النجم اللبناني طبعا هو الفريق الاول في لبنان، في مجموعته يعني تخطى فرق عريقه زي النادي الافريقي التونسي، دي برضو من المفاجآت، وكان الوئام الموريتاني والفيصلي السعودي، هو كسب الثلاث ماتشات يعني، كسب 4-0 الوئام، وكسب النادي الافريقي 1-0، وكسب الفيصلي السعودي 2-1. فمعنى كده انه مبدئيا في شيء، واحنا شفنا بعض اللي هي المقتطفات من مبارياتهم، عندهم بعض اللعيبه الجيدين في الخط الامامي تحديدا، ويمكن احسنهم النهارده اللي هو حسن معتوق رقم 10 كويس موقوف، هو ده موقوف، ما انا بقول لك ده موقوف. وفي لعيبه اخرين في الخط الامامي كويسين. شفنا العهد اللبناني لما لعب الزمالك السنه اللي فاتت في البطوله العربيه ادى بشكل محترم. طبعا في فارق بين النادي الاهلي ونادي النجمه اللبناني، مفيش شك في كده، خبرات النادي الاهلي، مشاركاته الافريقيه كتير، بطولاته، لعيبته الدوليين، النجمه بيشارك على المستوى الاسيوي، وطبعا الدوري اللبناني او البطولات الافريقيه الاسيويه في البطولات الاتحاد الاسيوي يعني، لكن المستوى فيه بعيد شويه. هو النادي الاهلي اكيد اتفرج على النجمه، وانا سمعت الكابتن محمد يوسف وهو بيتكلم انه شافهم وشافوهم الفرقه، هيبقى في حذر برضو الى حد ما، ولكن النادي الاهلي على ملعبه تملي ووسط جمهوره بياخد المبادرات الهجوميه، ولكن هيبقى في شيء من التركيز شويه، بالذات كمان في الخط الخلفي، انه ممكن يعملوا مفاجاه، لانه احنا شفنا في المباريات الثلاثه اللي اتلعبوا في مصر بالنسبه للزمالك مع القادسيه الكويتي، وبالنسبه في خلورة صح، حتى الكويت طبعا الاسماعيلي بنبارك له انه كسب 2-0، لكن في ممكن مشاكل ممكن تقابلك. واحنا لما نتذكر ان البطوله العربيه اللي فاتت النادي الاهلي خسر من الفيصلي الاردني مباراتين، يبقى لازم ناخد حذرنا شويه. لكن الاسلوب الاساسي بتاع النادي الاهلي متعودين عليه، انه بيلعب بكثافه هجوميه وضغط من البدايه، لانه بيستغل عامل الملعب والجمهور، مع شيء من الحذر في الهجمات المرتده، لان انا اتصور ان فرقه النجمه اللبناني هيلعبوا في وسط ملعبهم وهيحاولوا يستغلوا بعض الهجمات المرتده، لانه هو لو ما كسبش اللقاء هيبقى بالنسبه له لو خرج تعادل هيبقى حاجه كويسه بالنسبه له، خاصه انه ماتش العوده في لبنان. لكن فرق بين مستوى الفرقتين طبعا كبير، والدليل على كده خلي بالك جرأة
مدرب النادي الاهلي كالتيرون انه يعمل 7 تغييرات في الفرقه برضو برضو فيها شيء من الثقه. سلاح ذو حدين وفيها شيء من الثقه ان هو حاسس ان فرقه العهد فرقه النجم اللبناني اقل فنيا بكتير من النادي الاهلي. فهي يمكن سلاح ذو حدين. برافو عليك. ممكن سلاح ذو حدين من حيث التغيير الرقم التغيير نفسه المبدا نفسه المبدا مبدا تغيير السبعه. لو بصيت على اللعيبه نفسهم هتلاقي اللعيبه دي كلها بتلعب من السنه اللي فاتت يعني. لا جميل. ما هو اللعيبه بتلعب واللعيبه مؤثرين كلهم وفيهم ناس كتيره ممكن تلاقيهم في وسط الفريق في ماتش الافريقي يعني ما حدش بيقدر يتكلم. لكن تغييره السبعه مره واحده زي ما احنا حصل معانا في البطوله العربيه في في في, في مصر اتغيرنا عدد كبير قوي. حصلت عدم انسجام في مباراه او مباراتين ممكن تاثر نسبيا لكن الفرق في المستوى اعتقد انه لصالح النادي الاهلي. بس الحذر يا كابتن سيد برضه خلي بالك في المباراه دي مهمه جدا جدا لان النتائج بتاعه النجمه في التصفيات اللي سبقت ترشحه لملاقات النادي الاهلي دور مجمع اللي اتعملت في السعوديه نتائجه ايجابيه. النادي الافريقي يعني نادي كبير جدا متغلم على الافريقي والفيصلي في السعوديه يعني سيبك من يعني حتى لو الوئام مش من الفرق اللي ممكن تكون مصنفه لكن في فرقتين مدرسه اسيويه ومدرسه افريقيه وهو تغلب عليهم كلهم بفوز واحتل المجموعه بتاعته واخد العلامه الكامله. فلازم النهارده النادي الاهلي برضه يكون حذر جدا جدا لان انا متصور يمكن احنا زرنا كلنا لبنان في شعبيه طاغيه للفرقه ديت هناك وجماهيريه كبيره جدا جدا وحتى للنادي الاهلي رقم واحد في لبنان. بالاضافه الكره اللبنانيه في الاوقات الاخيره ديت تطورت بعد شكل كبير جدا 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 وهو كمان وصل لنص نهائي كاس النخبه في لبنان او كاول مجموعه. طيب نروح على طول نعيش اجواء اللقاء بسرعه مع شريف شعبان. شريف خير تحياتي ليك يا كابتن سيد ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يمكن خليني اقول لك الاول الاجواء هنا من قلب الحدث من قلب الاستاد. يمكن الجماهير نواد جمهور الاهلي حوالي من 2500 ل 3000 جماهير النجمه ما يكملوش 50 من المشجعين. بيجروا الاحماء الان فريق النجم اللبناني على يمين على يميني عنت المقصوره يبقى هم على يميني والنادي الاهلي طبعا بيجري الاحماء على الشمال والتحكيم طاقم التحكيم المغربي بيجري الاحماء في وسط الملعب. لو حبيت يا كابتن اقول لك التشكيل يا ريت الاثنين معاك التشكيل كمان النجم اللبناني معايا معايا اهو اتفضل. هبدا بالاهلي طبعا في حراسه المرمى شريف اكرامي. احنا انفردنا امبارح في المؤتمر الصحفي ان مستر كاتيرون قال ان هو هيلاعب شريف الفتره القادمه وبالفعل لعبه النهارده. شريف اكرامي في حراسه المرمى هو اثنين سيرد باكات محمد نجيب وسعد سمير على اليمين محمد هاني على الشمال ايمن اشرف اثنين ديفندرين احمد فتحي وحسام عاشور امامهم احمد حمدي ومؤمن زكريا وليد سليمان مروان محسن. تشكيل النجم اللبناني اللي هيلعب ب 4-5-1 هيلعب في حراسه المرمى عباس حسن اثنين سيرد باكات احمد الديب وهاشم الزين على اليمين علي حمام وعلى الشمال حسين شرف في وسط الملعب هيلعب نادر مطر نيانج علي بزاي علي الحاج حسن محمد علي سلطان. الطريفه يا كابتن سيد ان اثناء دخول اتوبيس النادي الاهلي كان في حوالي 10-15 من المشجع لبنان او النجم اللبناني كانوا حريصين يسقفوا بشده للنادي الاهلي وحيوا النادي الاهلي اثناء الدخول. منذ قليل يمكن النجم وهو بيعلن عن تشكيله كان في مشكله عاوز يعلن القائمه كلها للاعلاميين من غير احتياطي. كان في مشكله مع التحكيم واللجنه المنظمه علشان الخاص ديت ولسه الى الان عاوزين يحلوها. النجم مش عاوز يعلن التشكيل بالرسمه ولا عاوز يعلنه من الاساسي ومن الاحتياطي فعاوز يطلع ورا الاعلام كل المتعلم فيها كل الموجودين في قائمه المباراه. يمكن دي كانت ابرز اجواء مباراه الاهلي والنجم اللبناني يا كابتن سيد. اتفضل شريف. شكرا جزيلا ليك متشكر جدا شريف شعبان مراسلنا من ارض الملعب من ارض استاد برج العرب. جاهزين بالتقرير ولا نكمل حديثنا؟ ها طب نطلع التقرير. تحت شعار لا بديل عن الفوز
يستضيف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نظيره النجم اللبناني على أرض ملعب استاد برج العرب بالأسكندرية، وذلك ضمن مباريات الذهاب لدور الاثنين والثلاثين للبطولة العربية، حيث يسعى الفرنسي باتريس كارتيرون لاستغلال الحالات المعنوية المرتفعة للاعب الفريق على أثر النتائج المتميزة التي يحققها الفريق تحت قيادة الجهاز الفني منذ توليه مهمة القيادة الفنية، فضلا عن الفوز الرائع الذي حققه أبناء القلعة الحمراء في الجولة الماضية لبطولة الدوري الممتاز على حساب المصري بهدفين نظيفين. أهداف عدة يسعى إليها الجهاز الفني حينما يواجه بطل لبنان اليوم، من أبرزها الفوز بعدد وافر من الأهداف، توجيه رسالة قوية لجميع المنافسين في البطولة على أن المارد الأحمر عقد العزم والنية من أجل التتويج بالبطولة العربية. حرص الجهاز الفني على مشاهدة مباريات عدة لفريق النجم اللبناني للاستقرار على مواطن القوة والضعف، وذلك بصحبة اللاعبين من أجل التأكيد على مهام كل لاعب سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية. كما تعتبر البطولة العربية فرصة جيدة للجهاز الفني من أجل منح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي خلال مباريات الفريق السابقة. أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة اللاعبين الذين تم قيدهم في البطولة العربية والتي تم إرسالها إلى الاتحاد العربي لكرة القدم. ضمت القائمة 28 لاعبا هم شريف إكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي، صبري رحيل، علي معلول، سليف كوليبالي، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد نجيب، محمد هاني، أحمد فتحي، كريم نيدفيد، أكرم توفيق، هشام محمد، حسام عاشور، عمرو السولية، صلاح محسن، مروان محسن، وليد أزارو، وليد سليمان، محمد شريف، مؤمن زكريا، ميدو جابر، أحمد حمدي، ناصر ماهر، أحمد حمودي، أحمد الشيخ، إسلام محارب. قرر كارتيرون تأجيل قيد اثنين من اللاعبين إلى يناير المقبل، حيث يتم فتح باب القيد بالاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك لمنح فرصة لأية تعاقدات جديدة قد تتم خلال فترة الانتقالات الشتوية لإلحاقها بقائمة الفريق في البطولة العربية. على الجانب الآخر، يسعى فريق النجمة اللبناني لتحقيق نتيجة إيجابية في برج العرب قبل مباراة العودة في لبنان، محاولا تحقيق المفاجأة أمام النادي الأهلي. وصلت بعثة الفريق اللبناني إلى الأسكندرية خلال ساعات قليلة مضت برئاسة رئيس النادي أسعد صقال، كما ضمت البعثة 23 لاعبا وهم عباس حسن، علي السبع، محمد بشارة لحراسة المرمى، اللاعبون علي حمام، نادر مطر، حسن معتوق، أندروس واي، قاسم الزين، أمير الحصري، حسن بيطار، علي الموسوي، حسين شرف الدين، كريم درويش، إدريس نيانج، حسن العنان، علي بزي، مهدي الزين، محمود سبليني، علي الحاج، أكرم مغربي، أحمد ديب، حسن محمد، وعلي علاء الدين. مع حضراتكم ملعب الاهلي. كابتن ربيع، الخط الامامي للنادي الاهلي مش موجود فيه وليد ازارو النهارده، مش موجود فيه صلاح محسن النهارده، ودول عنصرين في منتهى الاهميه من حيث السرعه. يمكن الراجل النهارده كارتيرون بيعتمد على مؤمن زكريا، بيعتمد على احمد حمدي، بيعتمد على وليد سليمان، بيعتمد على مروان محسن. بص، الاول انا عجبني يعني فكر المدرب، لازم يعني انت حجم النادي الاهلي وسياسه التدوير مهمه جدا كابتن سيد. اوكي، ما ينفعش النهارده يعني اللي اقصده ان بيفكر لقدام وعارف ان الجمعه عنده ماتش مهم جدا والدوري وعنده 25 لعيب بيثق فيهم. ما هو انت حجم النادي الاهلي 25 لعيب زي بعض المفروض، تتفاوت سرعات، مواهب، مهاره، حاجات كتيره جدا، ده وارد في كل انديه العالم. لكن هو الراجل بيدافع للجميع،
واكيد ان شاء الله بنزيك مع حسن الظن ودايما الاهلي بمان حاضر. يعني هو طبعا مجبر في 4-5 لعيبه ريحهم للاصابه، لكن انا من وجهه نظري ما انت خلي بالك مؤمن وجوده مهم جدا، مؤمن يا كابتن واحمد حمدي ووليد سليمان، مؤمن ووليد دول موجودين على طول يا كابتن ورجليهم في الملعب وعندهم فنيات وعندهم خبرات كبيره جدا ويعتمد عليهم بشكل كبير جدا. يعني مؤمن لعيب بيعرف يجيب جول وبيعرف يصنع جول، بيعمل جبهه كويسه جدا ولعيب خطير ووجوده مهم جدا جدا خاصه يكون في فورمه. وليد خبراته الكبيره اللي موجوده تخليه يبقى موجود الفتره الاخيره والموسم اللي فات بالذات، وليد عامل من احسن مواسم في العمل في حياته، ناضج وما شاء الله وهداف وبيصنع وراجل ويعتمد ودفاعيا وهجوميا بيجي كميه جد. وليد ما شاء الله. احمد حمدي ده المستقبل، ولد نجم لعيب كويس قدر يجهزه الكابتن حسام بجهازه السابق مستقبل النادي الاهلي، لعيب مهاري، لعيب بنتوقع له مستقبل كبير جدا بس ينتظم بس يجهز بدنيا ومهاريا وخططيا، ولد له مستقبل كبير دوره مهم جدا مع خبراته الوقت هيقوم بدور كبير جدا، لان البلاي ميكر في 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 حجم النادي الاهلي فنيا لازم يكون موجود وعنده خبرات كبيره جدا خلال سير المباراه، لان انت محتاجه في قاع المباراه، امتى تسرع امتى تهدي امتى تكسب امتى حاجات كده جدا. فاحمد حمدي دوره مهم، مروان كان لازم يبقى موجود اديله فتره كبيره يا كابتن، ما ينفعش يبعد بعيد عن كده يا كابتن، ده راس حربه منتخب مصر من ساعه ما رجعنا من كاس العالم هو بعيد، فوجوده مهم جدا. مروان بقى عليه انه يجتهد وانه يشتغل وانه يهين نفسه ونشوف مروان بتاع البدايه. فده بالنسبه للخط الامامي. الصلاح محسن انا مع حضرتك ومع طبعا الاخوه انه هيجي له دور وهيجي له وقته ولعيب مهم جدا، لكن لازم مروان كان ياخد النهارده يا كابتن لان هو مهم ودوره مهم عالم كمان ولعيب منتخب مصر. فان شاء الله باذن الله تعالى الخط الامامي يا كابتن سيد النهارده كلنا الثقه فيه، وفي نفس الوقت هنلاقي انهاء الهجمه، هنلاقي التحرك، هنلاقي التمرير، هنلاقي الترابط، هنلاقي كل حاجه كويسه بناخدها من الخط ده يعني. طيب يمكن احمد حمدي اللي كان على الشاشه من شويه يعني نفس الظروف، هل يكون مولد احمد حمدي كما ولد هشام حنفي في 95 من 23 سنه فاتوا؟ كان نفس السن تقريبا يا كابتن اسامه، يعني كان هشام حنفي كان عنده 20 سنه 21 سنه وهو نفس السن احمد حمدي. السؤال اللي جاي يا كابتن طارق، المدير الفني السربي عنده خبرات عربيه لكن ما عندوش خبرات افريقيه، عنده خبرات عربيه كان بيمرن الكويتي الكويتي، لكن عمل النهارده حاجتين يعني حضرتك تشرحهم لنا كفكر مدرب. يعني النهارده عنده صفقتين بس جداد، واحدة سنغالية اللي هي إدريس نيانج مظبوط، وعلي ديب ده سوري لسه جايبهم هو مستقدمهم من فترة قليلة جدا، وعنده كمان علي الحاج يمكن ما عندوش حسن معتوق اللي هو أحسن لعيب في الفرقة وهداف الفرقة، لكن علي الحاج ده عنده 17 سنة صغير جدا، يعني الثقة فيه كبيرة جدا، بيلعب النادي الأهلي في مصر وبيلعب اثنين أول مرة يجيبهم تمام أو قريبين جدا في الصفقات كمدة وزمن قليل، وواحد عنده 17 سنة. هو شوف نادي النجم استخدم مدير الفني السربي نظرا لخبراته الكبيره في المنطقه العربيه خاصه على صعيد المدرسه الاسيويه، لان شايف انا تواجده في الكويت، تواجده في الشعب الاماراتي، يعني في المنطقه العربيه دايس فيها بشكل كبير جدا جدا. وبعدين اللي برضه لفت نظري ان حتى الدوري في الـ في الـ في لبنان لسه ما بداش، اذا هو لسه في عمليه التحضير لموسم جديد، ويمكن في حاطط هو في البلان بتاعه طبعا تحضيراته هي المقابله العربيه في البطوله العربيه مع النادي الاهلي. طبعا الجاهزيه مفترض لصالح النادي الاهلي بشكل كبير جدا جدا، على الرغم التغييرات اللي احنا النادي الاهلي بيجريها في التشكيل باعطاء عدد كبير جدا من اللاعبين، لكن ديت يعني ما بيهزش الانسجام في النادي الاهلي. هنا وجه جديد، استعداد لموسم جديد امام فرقه محنكه مفترض يعني لها خبرات كبيره جدا جدا. فانا يعني متاكد ان النهارده الفريق النجم اللبناني على استعداد بشكل كبير جدا، حتى من ناحيه نفسيه من ناحيه بدنيه، يمكن يبقى في فارق في الناحيه البدنيه نظرا طبعا لبدايه موسم بالنسبه للفريق النجم اللبناني، لكن انا متصور ان المباراه هتبقى فيها نديه كبيره جدا جدا. انا متصور كمان المباراه مش هتبقى سهله للنادي الاهلي خاصه الفرق العربيه. السنه اللي فاتت في البطوله المجمعه احنا شفنا فريق العهد ويمكن كان غامض لكل لمعظم اللي في البطوله، والولاد الامانه ادوا مباريات صحيح. كلها امام فريق النصر احرج النصر واعتقد فاز على النصر واحرج الزمالك، كل الفرق اللي قبله يمكن ما ترشحش لكن ادت مباريات كل الفرق اللي في كل المتابعين للبطوله العربيه اشادوا بفريق العهد اللبناني. النهارده النجم مفترض
يعني فرقة لها تاريخ كبير جدا جدا في الدوري اللبناني، اسم كبير، جماهيرية كبيرة، من الفرق اللي يمكن بتاخد بطولات كتيرة جدا، 8 بطولات على صعيد الدوري اللبناني، 6 بطولات على صعيد الدوري الكاس اللبناني، مشاركات دايما في كاس النخبة، مشاركات دايما في البطولات الآسيوية. فعشان كده انا شايف متصور ان هناك في يعني ندية كبيرة جدا في المباراة، وانا يعني اتمنى للنادي الاهلي يعني الوقت ما يسرقوش، لان مباراة العودة انا شايف يعني في لبنان لابد النادي الاهلي يحسمها من هنا، صح. عشان يبقى يروح هناك بالظبط كده، عشان ما يصعبش الامور هناك في لبنان، لان انت عارف كره القدم متغيره، صح. يعني انت ما تعرفش يوم ما تيجي هتلاعب النجم اللبناني في ستاندر ايه الظروف اللي كل ايه الظروف اللي انت هتتواجد النهارده. انت مريح 4 لاعبين اساسيين نظرا للراحه الاصابات ايا كان، لكن لابد انك تاخد الامور بجديه بشكل كبير جدا، لان انا متصور النجم اللبناني واخد الامور بجديه، واخد الامور بجديه، ده كلام صحيح 100%، ولابد من الحذر وكمان والحرص على استغلال كل الفرص. مكملين مع نجومنا كابتن ربيع ياسين وكابتن اسامه عربي وكابتن طارق العشري بعد ما نشوف راي جمهورنا في اللقاء. اتوقع ان شاء الله الاهلي هيكسب 2-0. صلاح محسن واسلام محارب، اسلام محارب دايما بيجي في الماتشات دي ويجيب اجوان كويس، صلاح محسن برضو هيجيب اجوان وهيتالق. والله النجم فريق لا يستهان به، فممكن يبقى ماتش صعب شويه بالنسبه للاهلي وبالنسبه للمدرب نفسه. ممكن اتوقع فوز الاهلي 2-1 مثلا، او حتى بتعادل في اقصى الحدود. ان شاء الله 3-0 ان شاء الله باذن الله. يعني جدا ومش قدام اللبناني، يعني عيب قوي، عيب علينا يعني. ان شاء الله الاهلي يفوز ومش اقل من 3-0 2-0 ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي هيكسب، والاهلي اليومين دول واضح ان هو يعني شغال بطريقه جديده وطريقه كويسه جدا. هو الاهلي مستواه كويس، وانا شايف ان هو يعني المدرب الجديد عامل معاه شغل كويس، وشايف ان هو هيعمل نتيجه ايجابيه. يعني ان شاء الله الاهلي يفوز ان شاء الله بنتيجه كويسه ان شاء الله، عشان ان شاء الله تسهل مهمته في ماتش العوده ان شاء الله في لبنان باذن الله تعالى. ان شاء الله الاهلي هيكسب، لان هو الاهلي بدا الماتش اللي فات كسب يعني في افريقيا، بدا ان هو خلاص بدا يستقر بعد مدير فني، وان شاء الله والدوري كمان بدا في ماتش المصري كان تشكيل بدا يثبته، بس الاداء شكله هيبدا كويس، هيبدا كويس ان شاء الله. الاهلي هيكسب زي ما معودنا دايما ان شاء الله 3-1. كابتن اسامه عربي، احسن سيناريو ممكن تبدا باللقاء او يبدا باللقاء؟ احسن سيناريو ننزل كسبانين 2-0. ازاي بقى دي؟ في واحد كان يقول لنا بيشرح لنا زمان، كان في مدرب عنده وعلى يعني يقول لك اول ما تنزلوا يا جماعه الباك لنص الملعب الوينج اوفر 1-0، العبها الراس حرب 1-0، بعديها الناحيه الثانيه للظهير الايسر للباك للوينج ليفت بالعرض ب 2-0، بيكسبهم 5-6-0 قبل ما ينزلوا كابتن ربيع. كابتن مختار خلاص على اللي بقى كوميدي. كابتن مختار مره اول ما نزلنا جا جول، بعدها مثلا 20 ثانيه كده على كده، يعني الماتش لو اتاخر دقيقه جول ما كانش طبعا الاهلي لازم ينزل ضاغط شويه، حتى لو هو مش عارف فرقه النجمه 100%، اكيد هم اتفرجوا اكيد، يعني جابوا ماتشات مع الافريقي التونسي او الوئام او الفيصلي اكيد، يعني قال كده رئيس النادي اكيد هم اتفرجوا والنادي الاهلي اتفرج. هم هيبقى في حذر اكيد، هم هيبقى في حذر شويه، هو ما يقدرش، هو خلي بالك عنده دافع مهم قوي انه بيلاعب بطل افريقيا، واللعيبه زي ما في نادي صغير هنا بيجي يلعب النادي الاهلي، مع احترامي الكامل ليهم هم فرقه كبيره، ولكن بالنسبه للنادي الاهلي هم برضو
نفسهم يعملوا نتيجة إيجابية مع بطل إفريقيا والنادي العريق وبتاع. أعتقد إن هم يلعبوا بتحفظ وعلى هجمة مرتدة. بالنسبة للنادي الأهلي لابد إن ينزل مكثف في الضغط من البداية لأسباب كتيرة. أولا أنت المباراة الأولى يعني عندك مباراة عودة لسه، استغلال عامل الجماهير الخمس تلاف أو العشر تلاف اللي موجودين في الملعب لازم تستغله. لكن زي ما أنا قلت أنت بتضغط من قدام كويس، خاصة أن أنت لاعب ماتشات قبل كده مع حوالي ماتشين في البطوله الافريقيه وماتشين في الدوري، هم لسه ما لعبوش رسمي، فممكن عامل اللياقه البدنيه مع الوقت يبقى في صالح النادي الاهلي. فانا اتصور ان لازم نضغط بكثافه، لازم يبقى في تكمله من احمد فتحي، واحمد فتحي حسام عاشور بياخد طبعا وسط الملعب اكتر اللي هو الدفاعي. احمد فتحي عنده قدره على التسديد، لازم يكمل مع وليد مع مؤمن مع احمد حمدي مع مروان. لازم يبقى في جرأة من أيمن أشرف. لكن في النهاية إنه استغلال الفرص دي أهم حاجة بقى، يعني القدرة على استغلال الفرص اللي هتيجي ده مؤثر أوي، لأنك أنت ممكن تنهي المباراة من هنا. ما نعرفش السيناريو مش زي، بس أنت ممكن لو جبت هدف بدري مثلا في التلت ساعة الأولى ممكن تعمل نتيجة مريحة، يعني 3-0 مثلا، يعني 2-0 هتبقى الامور ليك بس ماشي يعني ممكن. لكن من اول 3-0 تقدر تكون الماتش اتحسم يعني. فان شاء الله انه النادي الاهلي يبدا بدايه ضغطه ويقدر يجيب هدف في الربع ساعه الاولى، ده هيبقى شيء مهم لو قدر يعني. طيب من الحاجات اللي بتبقى مؤثره قوي يا كابتن ربيع، وخصوصا وانت بتلعب قدام فرقه يعني مش مع الملامح بتاعتها مش باينه قوي قوي يعني، كره السبت اللي عليك بتحاول تقلل منها، لانه بيبقى اخطر سلاح عليك، اخطر سلاح ممكن يواجهك الفرقه معظمها او 5 6 7 على حسب، خصوصا لو بيجيدوا الكرات الهوائيه مثلا او اللعب بالراس. فازاي تقلل من ده، وايه دور اللعيبه الكبيره تحديدا في توجيه او توعيه باقي اللعيبه؟ بص طبعا قبل اي شيء المفروض ان عندك اسلوب لعب وتنظيم لعب، وكل طريقه ولها خصائصها الفنيه، ده طبيعي جدا على المستوى الدفاع الفردي والجماعي والمستوى الهجوم الفردي والجماعي، ده طبيعي جدا. طريقه النادي الاهلي 4-2-3-1 بتعتمد على 7 لعيبه بيعملوا انتشار جيد، بيعملوا ترابط، بيعملوا تطوير اللعب من تلت لتلت عشان اوصل اعمل بيها انها هجمه عن طريق استحواذ التمرير السرعه من الدفاع الهجوم. طريقه النادي ب7 لعيبه بيعتمد على 3 مثلث واقف على راس حسام عاشور والاثنين المساكين والباكين طبعا لجناب والعمق احمد حمدي، و تبادل المراكز والهروب والجري الحر مع الهجمة على مرمى المنافس. هو ده الشغل اللي لازم يبقى موجود من الاهلي عشان النهارده اضغط من قدام، خد بالك ضغط مرتفع وحجم الراجل ده ب7 8 لعيبه، هم طبيعي جدا انت عندك معنويات عاليه، انت عندك الحمد لله فورمه كويسه، انت لعبت 4 5 ماتشات، عندك عملت ماتش بامتياز مع النادي المصري وحققت نتيجه اداء ونتيجه، كل ده بامر الله تعالى هيديك اللي هو انك انت تضغط الفرقه من قدام وانك انت تفصول وتقول وفي نفس الوقت تحط الفرقه في التلت الامامي. يعني هو ما يقدرش النهارده يوصل يهاجم عشان يدافع، ال7 8 لعيبه عنده عدد معين ممكن يلعب على مرتدات طويله، ممكن يلعب على كره طويله، 4 3 لعيبه، انما عشان يهاجم ب7 8 لعيبه صعب جدا. فانا لما اضغطه من قدام السيد بامر الله تعالى يبقى انا اقدر احقق اللي انا عاوزه، اعرف الاخطاء، اجيب اهداف بدري، اسجل، اخلص عليه حاجات كتيره جدا بدنيه، لانه على المستوى البدني انا اجهز، على المستوى المهاري عندي تطويل من تلت لتلت بروح، عندي فرديات، عندي خبرات كبيره جدا. على الاقل تلت الملعب الوسطاني ان انا اضغطه فيه وما طلعوش قدام، انما الاخطاء تقل من طبعا من المساكين، الاخطاء تقل من المدافعين، الاخطاء تقل وسط الملعب، يبقى كل اخطائي وكل فاولاتي وكل حاجات الخطره في تلتين الملعب، انما ال 18 اقل بشغلي انا طبعا، بفكري، بذكائي، بحاجات كتيره جدا فنيه. انا اعتقد ان خبرات النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي يقدروا النهارده يخلص المباراه على خير وان يقللوا من الاخطاء، وان شاء الله يسول يقولوا على المستوى الهجومي ونقدر نخلص المباراه باذن الله تعالى من الاول ان شاء الله تعالى. طيب كابتن طارق، الحاجات اللي ممكن يبقى تواجه فيها تكتل دفاعي، بيبقى التكتل الدفاعي خصوصا الخط الامامي بيبقى صعب شويه، بيبقى المفروض عندك منافذ للناس اللي جايه من ورا، اشرح لنا بقى كده. مفيش شك طبعا، يعني احد الحلول لفك دفاعات المتكتله هي طبعا الحلول المهريه للعيب زي وليد، زي مؤمن، زي احمد حمدي، خاصه اللاعبين القادمون من الخلف لازم يبقى فيها حلول في فك هذه الدفاعات اللي ممكن النهارده تكون
موجودة في المباراة. انا عاوز اقول يعني النهاردة مستر كرتون انا متأكد ان هو حاطط في الاستراتيجية بتاعته او فلسفته ان عدم جاهزية فريق النجم. وده خلي بالك نقطة مهمة جدا جدا في ان انا استخدم اسلوب الضغط المباشر عشان استنفذ جهود الفرق اللي امامي. ثم الاستحواذ مهم جدا برضو تقسيم الوقت ان الوقت ما يتمطش من الفريق النادي الاهلي وفي الاخر نستنى خطا او كره ثابته زي ما انت بتتكلم على اهميه دور الكره الثابته في حسم لقاءات كثيره جدا جدا. فالنهارده اهميه استغلال وتقسيم الوقت الثلث ساعه الاولى واهميه الهدف. احنا شفنا في ماتش الاسماعيلي ان الفرص اللي اتيحت في النادي الاهلي وفي الاخر خطا جه هدف من النادي الاسماعيلي. اهميه استغلال الفرص اللي هتتاح النهارده في المباراه وتوقيتها لان كل ما بجيب جون بدري ما فيش شكل الاستراتيجيه بتاعه الفرق اللي قدامك بتتغير بيفتح لك خطوط وبدل ما هو متكتل. والنهارده هو بيلعب برضه خلي بالك المدير الفني لفريق النجمه عاوز يلعب على قد الجاهزيه اللي هو بيبدا بها موسم امام فريق متمرس فريق له خبرات في المشاركات الافريقيه والمحليه بطل. فالنهارده اكيد هو عامل حسابه بشكل كبير جدا زي ما قال الكابتن ربيع هيبقى في تكتلات دفاعيه جدا جدا في نص ملعبها مع الاعتماد على الكرات المرتده او بيستنوا الخطا. النهارده النادي الاهلي ما يديش فرص للكلام ده ما يديش يعني زي باللغه الداركه كده ان فرقه النجم بتخش في المباراه او نستنى الخطا وبعد كده نبتدي. لا انا عاوز اقتل المباراه من اولها. لذلك البدايات مهمه جدا جدا للنادي الاهلي في استغلال للضغط على فريق النجمه عدم اعطاء فرصه ان هم يستعيدوا ثقتهم بشكل كبير جدا ثم استغلال الاخطاء واستغلال الفرص اللي هتتيح في احراز هدف مبكر. ده انا متاكد ان هيغير يعني سيناريو المباراه تماما ممكن الامور تفتح اكتر من كده كمان للنادي الاهلي. نتيجه او الكلام اللي لابد ان يتقال للاعبين النتيجه مهمه جدا جدا قبل مباراه العوده اللي هي في لبنان في سبتمبر ان شاء الله. طيب ده كان كلامنا. نشوف كلام كارتيرون نفسه المدير الفني للنادي الاهلي قال ايه ونرجع مكملين معاكم من جديد. حالة من التفاؤل غلفت قلوب جماهير وعشاق القلعة الحمراء فور إعلان التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون يونيو الماضي، خاصة أنه نجح في تحقيق العديد من الإنجازات الهامة سواء داخل القارة السمراء أو خارجها، كما أنه كانت له تجربة فريدة ومتميزة مع وادي دجلة حينما كان يقود الفريق صاحب اللونين الأصفر والأسود منذ سنوات قليلة. بالفعل ثقة الجماهير في المدير الفني جاءت في محلها نظرا للنتائج الرائعة التي حققها المارد الأحمر تحت قيادة المدير الفني الفرنسي، حيث نجح في تعديل أوضاع الفريق في المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تعادل الفريق في الجولة الأولى ثم الهزيمة في الثانية، قاد الفريق لحصد 6 نقاط في غاية الأهمية في الجولتين الثالثة والرابعة، عاد لينافس على الصدارة من جديد. ما زاد من تعلق الجماهير بالمدير الفني هو عشقه الشديد للقلعة الحمراء الذي جعله يرفض العديد من الأندية الأوروبية التي كانت ترغب في التعاقد معه، لافتا إلى أن القلعة الحمراء هي النقطة الأفضل في مسيرته التدريبية والحافلة بالنجاحات، كما أنه تنازل عن مستحقاته لناديه الأمريكي السابق من أجل إتمام تعاقده مع الأهلي. التعاقد مع كارتيرون يؤكد قصة العشق بين الأهلي والمدرب الفرنسي صغير السن الذي يبلغ 48 عام، لا سيما وأنه يمتلك الطموح وعلى دراية كاملة بالكرة الإفريقية ومعوقاتها، خاصة أنه تولى من قبل مسؤولية فريق تيبي مازيمبي الكونغولي وفاز معه بدوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي. كما أن كارتيرون على معرفة كاملة بالدوري المصري بعد فترة عمله في وادي دجلة، لديه دراية بمعظم لاعبي الأهلي وقدراتهم الفنية، لا يحتاج إلى وقت طويل للتعرف على إمكاناتهم. كما أن كارتيرون من مدرسة الكرة الحديثة في أوروبا يستطيع أن يطور طريقة اللعب من وقت لآخر
وهو واضح في مسيرته التدريبية. الأهم أن المدرب الفرنسي له شخصية متزنة، يعرف قيمة الأهلي، يقدر طموحات جماهيره، يعلم تماما أنه لا يلعب إلا للبطولة والحصول على المركز الأول. أبدى كارتيرون استعدادا واضحا لتحمل المسؤولية كاملة خلال الفترة القادمة وتحقيق أحلام الأهلوية. عظيمة عن لكارترون، عن كالترون غير لكارترون، صح؟ طبعا. طيب كابتن أسامة، جارديولا انتشر يعني عمل حاجة في 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 برشلونة كده من 7-8 سنين، العالم كله بيحاول دلوقتي، ناس كتير جدا، مع ان ممكن تبقى الامكانيات ضعيفة وخصوصا الخط الخلفي، لكن تلاقي ناس كتير قوي عايزة تبدأ هجمة من تحت. ما بقولش ان ده غلط، لكن في وقت ما بتبقاش مناسبة. لو ده حصل النهارده الاهلي واجهزه بالنسبه لهم، هم اللي هيبتدوا كده ولا احنا اللي هنبتدي كده؟ هم اللي هيبتدوا كده. ما هو بالضغط، الضغط بيغلط، وخاصه لو الامكانيات مش عاليه قوي، لان اللي يبدا الهجمه من تحت ده لازم تبقى امكانيات الحارس المرمى والخط الظهر الاربعه مميزه جدا. يعني احنا بنشوف برشلونه بيباصوا الكره في وسط ضغط يعني شديد عليهم جدا، بيلعبوا بكل تمكن. في فرق أخرى لو عملت هذا الأسلوب، كل تمريرة والتانية مقطوعة بأسلوب الضغط الفرقة التانية بتواجهه، بتحصل كوارث. وحصل ده في الدوري المصري قريب مع بعض الفرق، ومنها مع وادي دجلة مع احترام الكامل. واضح أنه اللي هو المدرب اليوناني بيحاول يعمل لهم هذا الأسلوب. كل مباراة في أخطاء كتيرة من ورا كتير قوي، لأنه يا إما لسه مش متعودين، لأن عايزة وقت طويل في التدريب. أحيانا ممكن يكون إمكانيات لعيبة، فبالضغط الشديد على العناصر الأمامية هيضطر يعمل كرة طويلة، يا إما إذا هو حاول يعمل اللي هو البداية من تحت ديات هتغلطه. لو قلب الدفاع ضعيف، لو الظهير ضعيف، لو حارس المرمى بيتخض، لو واحد ضغط عليه بسرعه، ما في حراس مرمى مجرد انت بتروح له جري كده بتلاقيه بيتلخبط وبيغلط. فدي بتواجهها بالضغط الشديد. هم لو ابتدوا كده لازم يبقى في ضغط شديد من قدام، يا ريت في صالح الاهلي. طبعا طبعا، يبقى في صالح النادي الاهلي. مش متصور ان هو يبدا بالمجازفه دي. وهيخطا كتير لو طبعا. طبعا هيخطا. اولا نظرا لجاهزيه النادي الاهلي، ثانيا فيها ريسك كبير جدا، وزي ما قال اسامه دي بتحتاج مهاره. انت بناء على اللي قدامك انت بتديله الاسلوب اللي يناسبه، مش عمليه ان انا الناس بتبقى راضيه عني وعشان العب كره جماليه والناس تبقى بعد كده انا ابقى ابص الاقي نفسي الشباك بتاعتي بتستقبل جون واثنين وثلاثه. لا، اولا ده اسلوب خاص ببرشلونه وبجراديولا خاصه. يعني بس اقطعك في الحته دي، الارجنتين نفسه لما حب يعمل كده في كاس العالم خسر كتير، خسر كتير طبعا، رغم ان 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 الامكانيات برضو مش وحشه، لكن ده خاص ببرشلونه. شوف احد تطورات كره القدم عمليه الضغط العالي والسرعات في الضغط، والضغط منظم. يعني الضغط ما بيبقاش ضغط عشوائي، لا لابد ان يكون ضغط منظم بهدف ان انا اقطع ثم استغل الضغط ده بان انا استثمره. الكلام ده انا ذات نفسي ما انا ما اكلفش فرقتي، وانا مش متصور النهارده في مباراه بحجم انا لازم اكون المنافس بتاعي درسه وعارف مين انا بلعب مين وامكانيات اللعيبه اللي هتلعب قدامي. بالاضافه ان انا عاوز اعمل نتيجه ايجابيه، فلازم انا لو انا بلعب النادي الاهلي هنقل كل العراق في نص ملعب النادي الاهلي. هتقول لي عليك، هتقول لي عليك العب اللعبه طويله وعرف السيد منصب طويله وابعد الخطوره عن مرمايه، مش اجيب الخطوره المرمايه. تمام. لو لعب النهارده اعتقد النهارده يعني بالاسلوب اللي انت بتقول عليه في بدل تحضير من تحت هيبقى في صالح النادي الاهلي مفيش شك. طب عندي سؤال كلكم، حضرتك تديني اجابته عليه عشان ده اخر سؤال. هبدا بكابتن ربيع ياسين.
مدير الكرة للنجمة اللبناني في تصريح خاص دلوقتي، يعني بيقولك المدير الفني الصربي حضر كتير جدا لماتشات الاهلي متخفي من الملعب. مش طيب، ما هو بعدين المهم القدرات اللي عندي تقدر اواجه بيها 11 ضد 11. خبرات النادي الاهلي وقدرات النادي الاهلي الهجوميه والدفاعيه على مستوى الجماعه الفردي هي اللي بتحدد القدرات واحد ضد واحد. فهو بيصرح تصريح انما اشوف شيء وانا املك شيء. هو حاجه برضو سريعه، انا ببني كل شغلي على الاثنين المساكين وبعمل الطريقه، والفرقه ممكن تطور هجومها من تلت لتلت لتلت. فاللي اقصده ان النادي الاهلي قادر على كل حاجه النهارده، هو فنيا هو الاعلى، هو الافضل، هو الاحسن خبره، هو الاكثر، هو الاخطر، هو اللي هيسجل بامر الله تعالى. العالم كله مفتوح يا سعيد، وكل الناس شايفه بعض، وكاس العالم لما بتكون اكبر الفرق، يعني الارجنتين مش عارفين البرازيل، البرازيل مش عارفين انجلترا، فالعالم كله مفتوح. كونه ان هو بيتفرج دي حاجه كويسه وحاجه انه يحضر فرقته، لكن متوقفه على الامكانيات وبعض التفاصيل الصغيره اللي بيملكها بعض اللاعبين في مباريات اللي هي المهمه زي دي. في لعيبه دوليين، في لعيبه عندها خبرات، هي تفصيله صغيره في فاول، في تمريره بينيه، فهي متوقفه على قدرات برضو اللعيبه وحالتهم يوم اللقاء المباراه اللي هي 90 دقيقه. الحاله الفنيه بتاعت اللعيبه برضو يوم اللقاء بتفرق. انا مش عارف متخفي ليه كل مباريات النادي الاهلي مذاعه، سواء على البطولات الافريقيه او البطولات المحليه، والكره اللبنانيه من الكره المصريه مش بعيده، كلنا مطلعين على بعض بشكل كبير جدا جدا. لو دخل على اليوتيوب او الفيديوهات هيجيب تاريخ النادي الاهلي من اوله لاخره. فانا يعني اتمنى النهارده يعني المباراه، لان طبعا بين اشقاء فرقتين لهم حجم سواء في مصر او في لبنان. حبايبنا لبنان حبايبنا جدا، فاحنا اتمنى النهارده تبقى مباراه اولا اولا لا اولا نستمتع بيها مفيش شك. طبعا نتمنى الفوز للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله تعالى، ويخلص المباراه بدري ان شاء الله الرحمن. هي مباراه مهمه جدا في بدايه المشوار العربي، كل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله في بدايه مشواره ان شاء الله الرحمن. هنتفرج على اللقاء وبعدين مكملين مع كابتن ربيع وكابتن اسامه وكابتن طارق العشري. استنونا دايما.